اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى اني حليت مشكلة الكاميرا. كنت من قبل من اقلب بين وضع لوضع، من سين لسين على طول الكاميرا جايين، فلازم ابعد وجهي كذا، ولازم اعمل روبوتات. المهم هذا مو موضوعنا. مرحبا بكم مجددا في جيم جام، تصحيح الاخطاء. انا عملت فيديو طويل، حاولت اعمل ريفيو لجميع الالعابكم على الجيم جام، وتكلمت مع كم من واحد من اللي عملوا جيم، وقريت وش كان الكلام اللي يصير بين المصممين، وكلمت بعض الاداريين. فالمهم انا عملت عدة اخطاء. اولا قفلت لعبتين بالخطأ وما عملت لهم ريفيو، اعتذر لذلك، بول وسلاش ان داش. وعملت خطأ ثاني ان المقفوم الطقس بالغلط، حكيته كذا، حكيته له بالهواء كذا وطفى. فالميكروفون الحساس ده اللي ما يبي احد يقشع عليه كده بسبته، مع انه جو مولع في وجهي كده. مشكلتي ان عملت ريفيو لثلاث العاب بدون صوت، منهم روبوت فريد، سوري لان نسيت الاسماء اوريدي، رن اند داي، وميلان كاسل، وفريد. زين، غشينا شوي. المهم انا الكلام ده دائما اعيده واقوله، واكيد سمعته من قبل، بس خلينا نحاول نكون اوضح اكثر. الهدف الاسمى من الجيم جام ان تتعلم من اخطائك، ان تتعلم كيف تصمم الامور في وقت قصير جدا، تتعلم ان تعطيك دفعه انك تنجز من مرحله التفكير العميق والتفكير والدوران حول نفسك الى التطبيق السريع. في ناس كانوا خايفين من النقد، في ناس كانوا خايفين من الخسارة، في ناس يعني انا قريت اكثر من واحد يقول ما تبي يطلع الحكم عشان يشوف متى انا خسرت، في ناس ما حبوا يشاركون لانه شاف فيها جائزة مالية وخاف انه ما ممكن يفوز ضد ناس، لانه في ناس خبراء ما شاء الله في السيرفر، وبيدخل وبيفشل وبيتخسر وبيخسر وبيتفشل. في ناس يعني متردد لان بينحط اللعبة تحت العدسات والناس بتحكم والناس بتتكلم، وانا عارف الشعور ده، عارف الشعور ده. مو من السهولة انك، وبالذات لما تكون مبتدأ، تكون تحت العين وان تكون تحت النقد. انا بنفسي عملت لعبة من قبل الفا، من قبل 4 سنين، وراويت اكثر من واحد، وانزعجت كثير لما كانوا يردون علي اشياء انا عارفها من قبل، وانزعجت اكثر لما في واحد منهم قال لي اصل لعبتك ما هي لعبه. حسيت بالفشل يعني على طول، لان صرت ابرر، حتى انا ما عرفت اسكت وابرر، او انا كنت افكر كذا او اسوي كذا او مالي كذا، حتى الحين انا ابي ابرر ليكم. ولكن اتذكر انت كمصمم العاب، اذا صممت لعبه الناقد ما قاعد يقف كارك هنا، قاعد يعطيك نقد على اللي جربه. افضل شيء تسويه ان تشكره على جهده، وتاخذ اللي قاله لك كان سلبي او ايجابي، وتتعلم من الشيء ده. خليني اجين، انا ما اتعلم تصميم، بس واحدة من قوانين التصميم، مو قوانين، واحدة من اساليب التصميم الرئيسية المفروض الناس المصممين يعتزوا بها، كان مو بس العاب، اي شيء، كتاب، قصص روائيه، افلام، اسمه fail faster، يعني بصير فاشل بسرعه وازعل خلاص. لا، مو هنا الفكره، الفكره انك لا تضيع وقت كثير في التفكير. ما ممكن تعمل تصميم لشيء ضخم، حتى في البرمجه، حتى في البناء، لا والله سوري، البناء هو الشيء الوحيد اللي ما ممكن يصير، هندسه بناء مختلف تماما. سوري، حتى في عمل فيديوهات مثلا، لو اذا كان المشروع انك ضخم، وثائقيات، تبى تعمل وثائقيات، تبى تكتب رواية، وتحاول تكتب كل الاشياء اللي في راسك على ورق كيف بتصمم الشيء ده، you will waste a lot of time. تحتاج تجرب شوي، تجرب بسرعة، والافكار بتطلع زيادة، وبتطلع الاخطاء والمشاكل بتكتشفها. ممكن انك فكر واو انا بعمل، كل مرة تموت ممكن تصير انك روح على حسب الاتريبيوتس والحل المشاكل، واحد يطير، واحد يقتل جدران، واحد عنده دور جامب، وده وفجأة لما تدخل 3D وتنبصمم شيء انتبهت انه صعب تعمل كلوجن، اكتشفت انك صعب
انك تعمل الزر يضغط مكان مناسب. اكتشفت ان المتاهة اللي سويته ما واجد ضيق والشخصية ما تعبر بين الجدران. اكتشفت عدة مشاكل. هنا يقول لك لما عندك افكار كنت متعلم او خبير طبقها اسرع ما يمكن، اعمل نموذج سريع، شوف الصاير. ممكن انت اللغة الجديدة وخصيصا اذا كنت جديد في الموضوع دي، اذا انك لغة برمجة جديدة، انك محارب جديد، شوف وجرب. لا تروح بعيد وتضل 3 أشهر 4 أشهر سنة سنتين 5 سنين وانت قاعد تحط في الافكار بدون ما تطبق جزء منها. بعض الاحيان الافكار الممتازة تطلع مع التصميم والجبل الكبير اللي بنيته في خطوة التصميم، وانت في وضع التطوير تكتشف كل اللي سويته ما له داعي وضيع كل وقتها مان. وهذا يجيب احباط لاي واحد. على فكرة شركات افلست وباعت شركتها خلاص، عملوا لها وش يسمونها، باعوا كل شيء عندهم، باعوا سيولة، باعوا بخسارة لان خلاص افلسوا بسبة الموضوع ده. خلينا اعطيكم مثال بعد. ديفيد اعتقد اسمه، ديفيد والله نسيت اسمه الاخير، اقدر ابحث عنه. عمل واحدة من اكثر الالعاب اللي معجبها ديابلو 1، راح للبابليشرز وهو كان ما هو من طاقم بليزرد نورث وعطاهم الفكرة، بس كانت فكرته انه يعمل لعبة ترين بيس وكان عنده افكار واجد غير، ويعمل لعبة ار بي جي. لو ما تعرفون ديابلو 1 تقدر تبحث عنها، بس ديابلو يعني فرانشايز مشهور. قالوا والله احنا مشغولين ان ووركرافت، ما ادري ساركرافت كان يشتغل عليه في ديك الفترة، فاعتقد ووركرافت 2 او سمثينغ، بس فكرتك يعني من طبقه وش رايك، اعطينا البيتش، اعطينا وش فكرت. فبدي يشرح عليهم كيف ان المحارب والساحر وده ويدخل الدنجن وفي اللفلات وفي تيرن بيس ويستني المحارب يستني ده، ولما انت تضرب اعدائك يتحرك خطوه، ولما انت تحرك خطوه ويتحرك خطوه تيرن بيس. كانت عجبهم كل الكلام اللي قاله، عجبهم القصه، المحور، البطيخ، الاكشن، الاسلوب الحق، القصص حق، بس ما عجبهم شيء واحد، التيرن بيس. لا الببلشر ولا المسؤول عن الشركه ولا حتى يعني الطاقم اللي اشتغلوا بعد ايديه معاه، قالوا يا حلو كل شغلك سليم بس خليها اكشن، الناس ما تبي تلعب تيرن بيس، ما احنا قاعدين في السبعينات، الناس تبي اكشن، نبي شغل سريع. ما عجبت الفكره، بس ايش سوى وهو قاعد يصمم في اللعبه بعد ما كتب المانيوال والبيتش وكل شيء، جرب يقلبها من تيرن بيس الى اكشن، ووصفها في الانترفيو حقه انه نزل عليه الوحي من نافذه، شاف شيء لا يعلم به الا الله، حس بشعور جميل لاخر درجه ان اللعبه كانت ريلي فن، وهو اللي ابدع الستايل وانتج ستايل واخترع الستايل اكشن ار بي جي، او اللي يسمونه الامريكان ار بي جي، اكشن ار بي جي هو اللي الفه، ان تسوي بشخصيه وتصعل بالناس على الشخصيات وتضرب، ما هي جي ار بي جي تلعب تيرن بيس. هو اللي الف الاسلوب ده لانه جرب الشيء وشافه سليم 100%. fail faster. انا ما اتكلم عن العناد وده، اتكلم عن التجربه. ايه هو الفكره كانت في راسه، والله التيرن بيس مو عاجبني بس خليني اجرب هذه اللعبه الحين، ده انا سويت اول بدائيات، سويت الشخصيه تضرب الهيكل تيرن بيس، خليني احط ساعه واقلبها اكشن، وشاف شيء تفجير. هنا لو كمل على التصميم ان كل شيء تيرن بيس، كل شغله في التيرن بيس بيضيع، او بيعاند بيقول لا التيرن بيس احسن لاني عملت كل الشغل 3 سنين وما بيضيعه واقلبه اكشن وفي تضاربات. فهنا الجيم جام مفيدة جدا للامور هذه. انا ادروني الحين 10 دقائق اتكلم عن فيل فاست بدل ما اتكلم عن العابكم، بس انا قاعد احاول اوصل الفكرة. فلما الواحد يجي وينتقد الجيم حقك ويقول لك ترى لعبت مي زينة، حاول يعني لا تفكر فيها كثير. اولا شوف كل واحد عنده مشاعر، ما بقول لك او لا تحس انك غلطان، لا صحيح انك فيك سكين، لا هالكلام غلط بعد. اكيد الواحد بيزعل لما تقول انه والله شغلك تعبان وانت تعبت عليه، ما حد يحس بتعبك، تحس انه مو مقدر، بس حاول تاخذه تشوف وش دنيته، هل يبي يجرح مشاعرك ولا لا. اذا يبي يجرح مشاعرك تجاهله، قول له شكرا على وقتك، whatever، اسحب عليه.
ولكن اذا كان انسان مو حيوان يتكلم معك بيديك، يعني انا بقول الكلام ده لان في ناس من جد يعني يعملون حركات ما يعملها الحيوانات للاسف، يعملون قضايا، يرفعون عليك الجد، يعملوا دي دي او اس، يتهجموا على عائلتك. ليش؟ لانك تكلمت بسوء عن لعبتهم، يتهجم على عائلتك في هذا شغل حيوانات مو شغل بشر. المهم يعني ما ابي اقول لك وانا وقح بسبب، يعني في اسباب بعض الاحيان. اذا كان انسان وتقدر تتكلم معاه تقدر تساله وش اللي ما عجبك، عاده على طول بيعطيك اسوء شيء ممكن. تقدر ترجع وتجرب، تقدر ترجع وش ممكن اعدل في الامور دي، وش الخلل. على فكره الالعاب السيئه الناس تعلموا من التصميم افضل بكثير من الالعاب الجيده، لان يشوف الخطوه واضحه كو، شوف هذا المكان لو عدله بيكون لعبة افضل في الالعاب الجديده. فاذا كنت يعني مصمم تبي تصمم جيمز، العب العاب سيئه دائما، لا تروح اشهر العاب مشهوره. العاب مشهوره ردي تسوي كل شيء اوكي، ما تقدر تشوف وين الخطا، ما ممكن تشوف، يعني صعب جدا تشوف وش الشيء اللي ابدع فيه، بس الخطا الجميع يقدر يشوف ايش عليه. anyway عندي كلام كثير عن مواضيع كثيره، بس خلينا نرجع لترقيع الجيم جام. اوكي، فانا عندي عده تكمل اللعبه، كمل لعبه عده لعبه، اعرف اتكلم بعدين اتكلم عن جيم جامز. عندي عده العاب وبدي ارجع اقيمهم، واول وحده خلينا نشوفها فريد. فانا ما اتذكر الكلام اللي قلته من قبل يوم، الكلام طويل، بس بنحاول نعمل اعاده تجربه وان شاء الله يرجع وش اللي قلته. انا كتبت شوي واقدر اقرا منه هنا شوي، لكن لعبه جربتها فريد. اين انت يا فريد؟ فريد لا كات فيش المغلطة اللي عملها. فريد عرفت لعبتك كله وش سابة؟ يمكن ما اسمها فريد. فريد where are you? Here you go. فريد اسم اللعبة فريد، من تصميم وتطوير كاتفيش. فكرة اللعبة: Your character has to die, press E to finish the levels. However, dying isn't always the solution. But if you died, you still have some chance. أنا قدي علقت، للأسف شديد معظم الألعاب ما توفقت في المصممين ما توفقوا في تصميم فكرة مناسبة للثيم، وما عارفين الشيء ده. ولكن again توي باخد 20 دقيقة أشرح لكم fail faster. حاولوا تتعلموا اكثر من المستطاع في تصميم الجيمز، شيء فشلت فيه حاولوا مرة اخرى لما تدخل جيم جام تركزون على الثيم رجاء. يعني ما ابيك الكلام من جديد، ولكن اعتبره تحدي، اعتبره تشالنج ان تألف افضل فكرة تبع الثيم. لا تاخذ امور ببساطة، او لا الثيم ما مهم انا بسوي الشيء اللي اشوفه سهل. فكوا في الثيم وطبقوا بالكلمة. في ناس تقول والله انا قريت الموت وما فهمت ان الموت ليس نهاية الطريق. يا مو احداث اخطاء زي كذا تحدث، يا مو خطا المصممين، لان الثيم من البداية كتبوه بالكامل. فانا اعتذر، لا ما كتبوا المنظمين ان الموت وغيروه بعدين، لا انا متأكد 100% وكلنا قريناه من اول مرة، الموت ليس نهاية الطريق. So لما تجي الأمور على القوانين be careful with them، لا تغلط غلط وتروح. المهم خلينا نجرب الجيم. فالجيم المين منيو good، في credit. الكريدت الشيء غريب انه ذكر الجافا سكريبت والجيم. عادة في الكريدت ما تكون التولز، على حسب يعني علمي، يمكن أكون غلطان، يمكن في ناس تكتب التولز. عادة تكتب مين اللي صمم اللعبة، اسم اللي صمم اللعبة، اللي رسم اللعبة، اللي كتب الموسيقات. فهذا الشيء سريع علقت عليه. الشيء الثاني علقت عليه الكيبورد، إذا كان عربي ولا كابيتال، يعني في الحروف. حتى أنا فتحت تكست نوت بوك، نفتحها الثاني. لما الحروف صغيرة الجيم تشتغل، لما الحروف فيها بالعربي صيني ياباني ما تشتغل. اذا الحروف فيها كابشر او كابت لوك ما تشتغل. ف
فأنا ضليت في البداية أحاول ألعب مات اللعب، فانتبهت إن في اللغة كانت عربية فما اشتغل. فهذه برمجيا لأنه قاعد يشتغل الجافا سكريبت هنا ما خاب ظني، المفروض أخذ اللعبة من البداية. في تاخذ الأوامر الكيبورد ممكن تكون على الكي بايندينج وممكن تكون على الكي كود. أنا ما برمج جافا سكريبت بس من ضمن لغات زي كده تشتغل. ففي عدة طرق كيف تاخذ الكيبورد، فبدل ما تاخذ وتشيك على قيمة الحرف خذ الحرف اللي انضغط، أو خذ على قيمة الحرف بس ضيف كل القيم المتوقعة، قل الحروف خذها صغيرة وكبيرة أو اعمل لها ترم أو أندر داون كيس، تصغر الحروف قبل ما تختبرها، أو تختبر إذا عربية لعبتك عربية متوقع عربي يستخدمونه فتختبر الحروف العربية والحروف الإنجليزية. وانتبه الكيبورد اللاي أوت العربية مو كلها ثابتة، الكيبورد الإنجليزي مي كلها ثابتة، فأي إي شغلة الكنترول شوي مزعجة. واحدة من أسهل طرق للتعامل الموضوع ده إن تعطي أوبشن، وهذا شيء شوي متعب بس تعطي أوبشن إن اليوزر يحدد الأزرار، تحط خيارات وين يكتبها، لأن بعض الكمبيوترات ما تلعب حتى اللغة الإنجليزية في الأوبريشن سيستم، مع إن كل اللغات تدعم بس الكيبورد نفسه اللي قاعد يلعب ما عمل انستليشن الإنجليزي. أنا بعض الأوبريشن سيستم ما أدري على الويندوز هل يجبرك تدخل إنجليزي ولا لا، بس أتوقع يجبرك ياها إنجليزي. فبعض الكيبوردات يابانية صينية whatever، ففي عدة أسباب يعني، وزي ما قلت اللاي أوت ترتيب الحروف مو نفسه، ترى احنا كل معظم نستخدمنا الكيو دبليو اي يسمونه الكيبورد اللاي اوت. في لاي اوت مشهور ثاني شوي استخدامنا اقل بس موجود، ترتيب الحروف مختلفه. فا anyway علقت على الانيميشن كمان ان ما ينعكس ما ينعمل ريفرس، بس هذه جيم جام اوكي يعني اتوقع على الامور. بس اكثر شيء علقت عليه الدبليو، واحده من القواعد في التحكم إذا كان لعبة قتال زر فوق يكون النط، إذا كنت تعمل الألعاب بلاتفورم لا تخلي النط فوق، لأن معظم الألعاب اللي كنت تلعب بالجويستيك الجويستيك بسهولة جدا لما تقص يمين يمكن تنط، والبلاتفورم يعتمد على هاو بريسايز. ترى يمبلع أرفع الكاميرا على شوي لأن أنا وجهي اي قد دقة لما تضغط يمين او تضغط يسار بسهولة لما تلعب بلاتفورم ممكن تنط فوق، فإذلك ما يخلوك تنط فوق تنط باحد من الأزرار. فالعاب الفايتنج الموضوع مختلف تماما، الأفضل تخلي النط فوق لأن الضربات بالأزرار وتحتاج تضرب أكثر بكثير من أنك تنط، ويمكن تلعب مورتال كومبات، فإذلك اللاعبين مورتال كومبات عادةً ينطون بالغلط لأن فيها حركة كثير بالنط باليمين ويسار، ولكن بلاتفورم النط بزر مش بدبليو. في اسباب ثانيه جابت كار بس والله نسيت. هذه شغله ثانيه بعد علقت عليها كثير لما لعبت اللعبه، اللاعب ما يحب يضيع وقته وان كان اقل القليل. الحين انا خلصت دور اتوقع اني اشوف الدور الثاني، اي ممكن المصمم سوى الشيء ده عشان لا يبدا الدور بدون ما اللاعب ينتبه. فواحدة من الحلول اللي انا اعطيتها ان بدال ما انا قاعد اتحرك الحين AWSD وفجأة خلص الدور وقاعد استني متى العب ما كمل الدور، لازم ارفع يدي احط على الماوس اس نيكست. This is bad design, this is annoying، لان كل مرة اخلص دور خصوصا الادوار قصيرة جدا ينبال اسوي الحركة دي مرة مرتين ثلاث اربع خمس ست سبع، في ناس تطفش. واحدة من الحلول أنا اللي حطيتها إذا تبي أنت تعمل دي الحركة عشان تعمل ترانزيشن خلي بسهولة تقدر تضغط نيكست، فمثلا تقدر تحط تحت حرف الإي خط وتخلي بالكيبورد لما تحط حرف الإي يعمل نيكست، أو لما أص إنتر يعمل نيكست. أوه أنت تعمل نيكست، أنا حماة كبير ما دريت. anyway فهذه واحدة من الأشياء اللي علقها زين انك ضفت انتر ضيف نكس، لان كل مرة انا يوم ما عملت تقييم لاخر مرة كنت اضغط بالماوس فما دريت اني بديك تعمل انتر، الشيء الغريب يعني ما ادي كيف ما اشتغلت. اجين الحين انا مت كيف اعمل ريسيت، المفروض ار، ليش ار ما تشتغل؟ مو ار تعمل اي اللبعة ترقعت ثباطة، خليني اعيده.
I don't know ليش اللعبة فجأة قامت تتلاطم. كمان لأني فاتح الفيديو الصفحة وبين الفيديوهات وبين البطيخ. ما أدري وش بعد علقت عليه. اللعبة أنا لعبتها وعلقت على أمور كثيرة. شوف الحين واجد سلسة أكثر. هنا أنا اكتشفت خطأي إن ما المفروض أنقلب الشرح. يكون عمل تبديت للعبة. أنا ما أتذكر يمديك تعمل الشيء ده. بس بغض النظر من قبل أتذكر إن اللعبة ألقيت ما ترجع المين منيو. بس this is لعبة قصيرة. Fail faster already قلنا شيء كويس. للأسف ما تتبع الثيم. التحكم يعني سلس كفاية. والله ما أدري أتذكر قلت كلام أكثر. خليني نقاش قلت سوري. اللعبة صعوبتها اوكي بس كلعبة بلاتفورم قصيرة يعني تمنيت لو كان فيها الغاز اكثر. تمنيت لو فيها صعوبة اكثر يعني جميع الحلول مرة سويفت. الحين كل ما اخلص الجيم نفسي اعمل جو تو منيو. بس بداية اوكي. كيف ممكن توصل اللعبة؟ ممكن تعمل ميكانيك اكثر. وهذا يرجع لك الخلفيات سيمبل نفس اللون نفس كل شيء. يعني ممكن الناس تمل منه. يمكن كل مرة تضيف ميكانيك جديد تغير الالوان الباليت الخلفية الامور دي. وبالتوفيق. والله اتمنى اعطي تفاصيل اكثر للجيم. يعني نادرا ما تقلق الشخصية في الباب زي كده. بس still it can happen. اكشلي اللعبة كبر علقت. علق علقت من جديد. بس اعتذر يعني ما عندي كلام كثير. بس it's good start. It's good start. فخلينا نروح للعبة الثانية. خليني اختبر run and die اول لان ميلون كاسترو عندي كلام كثير عليها. والله صار عندي زي الرهاب التصوير. كل مره احس المقفون طافي الكاميرا طافي كل شيء طافي. لازم كل مره اطلع كده اطفى كل شيء ولا لا. خليني اطفي الجيم. خلينا نقرا الصفحة اول. اسم اللعبة Run and Die من ASNS. تم تطبيق الفكرة فيه انك لن تموت من المرة الاولى وايضا يمكنك علاج الضرر وتم اختيار الاسد المناسب. فخلينا اختبر اللعبة من صفر وما اخذ الكلام اللي اخذته انا من قبل لان انا تكلمت كثير وانا العب اللعبة بعد كمان. بس ما تكلمت كثير تحدثت كثير بس ما قلت الكثير. فاول شيء المين منيو انتبهت لان الاوبجكتس مو من المنتصف. فواحدة من امور التصميم يسمونها السيامية اعتقد. اجين انا ما مصمم بس احاول اعطي نصايح. الالوان ما اقدر احكم فيها بس انا اشوف الالوان not good. ما تناسب الوان main menu. ما تناسب الوان background. بني على مدني على بني. I don't like it. ولكن اذا بتغل نصيحة الوان خدم المصممين ومن ناس درسون game theory. درسوا color theory. درسوا الامور دي. فاعتذر انا ما اقدر اعطي الشيء ده. ولكن اكثر شيء دق عليه ان الازرار والليبل ما هو في المنتصف. المفروض الاكزت شوي على اليسار. المفروض هذي شوي على الداي. والافضل يكون المسافة من قبل الرن وبعد الرن يعني بنفس البعد. حس ان ار شوي اقرب من الاي من الزردة. فتعمل كل شيء في المنتصف. هذي شغلة. الالوان شغلة. ما في options. Well better to have some options at least. ما نطول خلينا نتقدم. والله في اشياء في راسي كده بيقوله. بس زي ما قلت اللعبة اختبرتها من قبل وبي ما افقد بعض البيانات. واحدة من الاشياء اكثر شيء رفعني في ضغطي في اللعبة دي هو
ما يمدينا شندس وما يمدينا انجز، بس لما اسرع ممكن يتنط، فما ادري ان هذا الشيء ميكانيك للعبه ولا مو ميكانيك للعبه. هل هو يعني المصمم حط في اعتباره انه ممكن تتجاوز بعض الاشياء بانك تنط الشجره وترتفع فوق؟ فكره الخشب انك تصلحه شوي مزعجه، لانه تخلي اللاعب يوقف كل مره نفس تعليقه على المنيو في لعبة فريد. ما دريت انه يمديك تضغط اوكي لنكست. لا اتوقع اللاعبين يعني بيتوقعون انه اوه بس اني وبروح بصلح نفس الميكانيك، هذا شوي مزعج. الهيد ديتكشن الناس لما تشوف الشخصية دي بتتوقع انه بينضرب الفزاعة نفسه، بس المطرقة تضرب الكفر، هذا شيء مزعج لاخر درجة. وحتى لو ما ادري انه بينضرب الكفر شيء مزعج، ما هو واضح دائما مع اخذ نظري هذا يشوف قاعد يتحرك يمين يسار، قاعد اركز عليه وعليه علامه البولز اي في النص، تركيز اللاعب ومتوقع ان الاشياء تصدم هنا. اوكي الاشواك ممكن تتوقع ان تضرب الكفر، ولكن كهيد ديتكشن للتجاوز معناه من هذا السنتر وهذا الواضح المفروض يكون هيد ديتكشن في النص هنا، وتعطي شوي مجال انه لو لمست المنطقه ايدي على يمين او على يسار ما تضرب على طول. اللاعبين شوف امثله في العاب بولت هيل وبتشوف الشخص، مو كل الطياره مجسم الطياره تصطدم الرصاص، الرصاص تصطدم فقط المنتصف. اللاعبين لما يتحركون بسرعه يبي يعرفون كيف يتجاوز الرصاص، بس المنطقه دائما تصيدني لانه ما ممكن وانا اتحرك بسرعه اشوف وين تصيدني، ما ضمن طاقه تصطدمني. المشكله الثانيه في الجيم ديزاين ما اعطيتني اي طريقه اتجاوز الاشواك هذه، يعني غصب عني لازم ادوس، وهذا شيء سيء. الالعاب ممكن تشتغل وممكن اللاعب يلعب اللعبه بثلاثه طرق مختلفه، اما بالتخطيط واما بالممارسه والسكيلز. عند اقول بالداكة واما بالامبروفايز، يعني كيف الكلام ده؟ انا مثلا اعرف خطة، يعني اعرف بعض المنتجات في اللعبة، اعرف ان ابو اسهم يقدر يضرب الشخصيات من بعد، واعرف ان ابو رمح يقدر يصد الخيول، واعرف ان ابو سيف يقدر يقاتل ابو رمح بسهولة. اقدر ارتب الخطوات الوحدات الاستراتيجية واعمل بلان، هذا بحكي هنا، هذا بعد بحكي هنا، هذا بحكي هنا. اعتذر اذا كان مثالي سيء، بس قاعد احاول اوضح شيء على الطاير. فاللاعب يقدر يخطط، او مثلا يشوف في لعبه بلاتفورم ويشوف في هناك بونس وان اب فوق، بس الطريق سلس على اليمين، يعني بيضيع وقت لو بيكب فوق، والوقت قصير جدا ما داهم الوقت، فيقول تعرف طز في الون اب بروح قدام، في تخطيط في الموضوع. الامبروفايز او السكيل لما انت عارف اللعبه وشايف اللعبه بس تبي تستخدم السكيلز حقك تتمرنها. على فكره كل الالعاب تستخدم الثلاثه، بس في العاب اكثر من هذه اكثر من هذه. يعني مثلا العاب البلاتفورم اجين، بعض الالعاب بلاتفورم زي كايجو ماريو هاك تحتاج تتمرن على اللعبه. فاللاعب يعرف الخطة مسبقا، بس لازم يتمرن كيف يعمل تسارع، كيف ينط، كيف يتجاوز. فالعاب الفايتنج كمان، الالعاب الفايتنج تقدر تخطط، انا بهجم بهجم بهجم، ولو مع عدو يحاول انه يشندس بنط الطط وسط، او لما يحاول هو يهجم وصيد حاول امسكه. بس الممارسة غير. اخر شيء الامبروفايز، الامبروفايز على قولتهم الاسترجالية او played by the ear، لما الامور تحذف فجاه غير متوقعه وتسوي حركه رهيبه. بعض الالعاب تعتمد على الامور دي، يعني العاب اللي فيها راندومايزيشن، الالعاب اللي تجيب لك اشياء واحداث ايفنت راندوم، تختبر الامبروفايز حقك، بالذات اذا ما كانت تيرن بيس. تيرن بيس الامبروفايز يعني يقل بكثره، لان الامبروفايز تتوقع من اللاعب انه يطبق الشيء في نفس اللحظه. لما يلعب دور جديد وتزحلق على الثلج وفجأة جت طيارة وبتسقعه، وش بيسوي اللاعب؟ يبالي يسترجم، يبالي يألف شيء جديد. هذه اللعبة فشلت ثلاثتهم، ما أقدر أخطط، ما أقدر أستخدم مهاراتي،
ما اقدر اعمل امبروفايز لما تجيني شوكه وما اقدر اتجاوزها، ما اقدر انط، ما اقدر، لازم اكلها، لازم اكل علقه. فاهن اللاعب يحس بالفشل. وش يصير لو كمل الخشب وجت شوكه وطاقتي صفر؟ يعني غصب الطيب اخسر، ما اعطيت فرصه للاعب انه يتحرك ويتجاوز العقبه هذه، فلازم يعيد اللعبه بالكامل ويجي من جديد بطاقته اكثر. فهذا اكثر شيء تكلمت فيه في الفيديو السابق، تكلمت فيه بشكل بدون ما اقطع بكثره للاسف، لان قاعد احاول اتذكر وش قلت، اعذروني اذا كان تقديمي اقل جوده. فهذه الاشواك، هذه الاشواك اكثر الا عندي في اللعبه. لو عاطي اللعبه بطريقه ما تقدر تتجاوزها وطريقه واضحه بالذات، بس يعني اي طريقه، اي طريقه ان ما اصقع الشوكه، لازم تعطي اللعبه اللاعب فرصه ان يقدم اداء بيرفكت، يحط في مهاراته، يحط في تخطيطه، يحط في الامبروفاز حقه. بس هنا الاشواك تقول لي لا سكريو، انت بتاخذها بتاخذها بتاكلها علقه، فهذا يعتبر تصميم سيء. هنا المطارق اقدر اوقف اخطط، وعلى حسب مهارتي اقدر اطور مهارتي واحاول اني اتجاوز اكثر ما يمكن. ما ادري ليش المطير قاعد يطرقص، بس صعب جدا تجاوزه، وبالذات انه قاعد تدور بعكس اتجاه السير، بعد هذا اللي صعب الموضوع اكثر واكثر. جت شوكه ابي انط، ما يمديني، لا لازم اخذها. ها قاعد استنيها متى تدور عشان اعبر سقعه الكفر. Not good. Not good design. فهذه الامور تتصلح مع الاختبار. الامور متوقع ان المصمم يصمم شيء ويطور شيء ويجيب العيد في امور بسيطه. يعني هذه الامور لو تتصلح اتوقع اللعبه تصير افضل بكثير. بغض النظر من نقص الميكانيك، اذا اللعبه تنلعب تظل تنلعب يعني. اي كل شيء، كل شيء صار تجاوز صعب، لان الهيد ديتكشن صار مره كبير. يسقع الكفر، يسقع حاله، الشغلات تتحرك بسرعه، ما في زوم اوت، ما اقدر اشوف من بعيد، البعد اللي اقدر اشوفه من هنا لهنا، الشخصيه تتحرك بسرعه مقارنه بالبعد الرؤيه نفسه. هذه واحده من مشاكل العاب سونيك 1 وسونيك 2، بالذات سونيك 2 الشخصيه تتحرك بسرعه وما تقدر تشوف قدامك على السيجا. ف معظم اللاعبين يبوا يتحركون بسرعه، بس من يتحركوا بسرعه تتأدى. فواحده من الاشياء اللي خلت اللعبه تنلعب ان لما تتأدى ما تموت، تفقد الخواتيم حقك وتقعد تجمعها من جديد. لو خلوها نظام طاقه تتأدى مرتين وتموت، كان ما اعتقد اللعب اللعبه، ما اعتقد انها شرط يعني. فالصعوبات ضد اللاعب اي قد يقدر يسوي يعني. ف والله ما ادري، في اشياء كثير قلت عنها، بس بما انكم شوي تعبان ما اخذت بريك طويل، نمت كم ساعة وانا قاعد اشتغل من جديد على الجيم، المفروض اخذ بريك اطول، فاعذروني. ممكن اوقف الفيديو واحاول مرة ثانية بعدين، بس خلينا نحاول مانت اب ونختبر بقية الالعاب. اللعبة الثالثة اللي فشلت في تقييمها بالصوت اسمها ميلون كاسل من احمد شريف، وانا تكلمت مع المصمم واكتشفت ان اشياء واجد قلتها توقعاتي كانت غلط. ف فكرة اللعبة بكل بساطة ان الموت ليس النهاية، ويجب ان يموت اللاعب بأماكن معينة لاستخدام جثته لاكمال التقدم. راج لاب لعبة ما عمري سمعت عنها، كنت باخذ الفكرة من هذه اللعبة، طبقتها بعض الاشياء تحتاج استخدام جثة اللاعب، مثل وضع الجثة بحفرة لاكمال التقدم. فاللعبة اوريدي احنا منزلينها من يونيتي. الميكروفون شغال، صوتي شغال، لازم تختبر الامور دي. اوكي، اول شيء علقت عليه كانه خلفيه من برايس، ما ادري اذا هو اذا صمم السين بالبرايس، عمل البلين وعمل البطيخ، بس شغل جميل انك التصميمات الثلاثيه تبع تصمم نفسك تحطها في الجيم حقك. السيتنج ما تشتغل، ما ادري ليه، ما ادري اكزت تشتغل ولا لا. زين اكزت تشتغل،
وستارت، فاحتمال هو ما خلص السيتنج. فاول شيء انتبهت له ان السنسيتيفيتي للماوس شوي مرة على فوق، يمكن ان الماوس حقي سنسيتيفيتي حقه خربان. بس اكثر شيء زعجني ان انا عندي شاشتين، فكل مرة احرك الماوس على اليمين اوكي، لما احرك الماوس على اليسار الماوس حقي تطلع برا الشاشة. يمبارك تعمل الماوس لوك للامور هذه، او تبرمج الماوس بطريقة ما حتى تحتاج ماوس لوك. يمبارك تقفل الماوس الشاشة اللعبة نفسها. العاب واجد تزعجني من العاب تريبل اي لما الماوس لوكت في الشاشة، بس لما اطلع للمنيو ما في هنا منيو الماوس ما لوك، ما هي لوكت. يعني وش المقصود؟ الالعاب اللي تعجبني لان انا دائما احط شغلات في الشاشه الثانيه، فيديوهات يوتيوب، عم بطير اعمل سكيب للدعايات. ف الالعاب الزينه اللي تعرف تسوي شيء زين تخلي الماوس لوكت لما تلعب اللعبه، لما تفتح المين منيو تحرر الماوس، تخلي الماوس تقدر تطلع للشاشه الثانيه. اروح اعمل سكيب او اغير الفيديو وارجع للعبه ويتقفل الماوس ما يطلع من الشاشه. الحين انا كل مره احاول اضغط على شيء والماوس برا الشاشه احتاج انتبه ارجع الماوس الشاشه وارجع العب الجيم. فهذا الشيء بتشوفونه بالاختبار. فانتبهت اول شيء ان ما يمديك تنط، فلازم موت وتحاول تلعب على الجحا شوي. وبعدين اكتشفت ان الجحا ما يمديك تفاعل معها، عصيت حرف الاي عصيت حرف الاي هم اكثر ازرار بشكل عام من ايام هاف لايف 1 انك تضغط الازرار دي عشان تتفاعل مع الاوبجكتس. قبل هاف لايف 1 كانت سبيس، بس هاف لايف 1 عملوا ريفولوشن للتحكم في الفيرست بيرسون شوتر بشكل عام. هذا زين لاني لعبت العاب قديمه، لما تلعب العاب قديمه تشوف ليش الريفولوشن صار وش الاشياء تطورت. ف معظم اللاعبين يتوقعون بتضغط حرف الاف او الاي عشان تفعل بعد الجحة، بس المصمم خلاها بالسبيس. انا كلمته في الموضوع قال لي ما انتبه هو. انزين الجحة انا توقعت ان الموضوع كوميدي ان لما تموت تصير جحة يعني، او تلعب جحة فمي مشكلة. بس لما تحمل الجحة ما اقدر اشوف شيء. This is bad design. يمكنك تحصل حل الموضوع ده، تقدر تخلي الجحة شفافة، تقدر تخلي الكاميرا ثيرد بيرسون تخليها ورا الشخصيه الكاميرا. يعني في عده حلول. اقدر اروح للاو بي اس واكبر صوتي شوي عشان لما احرك ايدي زي الغوريلا تقدر تشوفون ايش قاعد اقول. فهذه واحده من الامور اللي حبيت اتكلم عنها، ولكن بحاول ما اطول كلام لاني طولت كلام كثير في اللعبه، طولت كلام كثير وكان مكرر للاسف. فنحاول نختصر المره، فما اقدر نط فلازم استعرض شوي. واحدة من الأمور اللي زعجتني إن في زر للموت وفي زر ما في زر للرجوع. أنا الحين لو أبي أترك الجحة وأموت ليش ترجعني ريوس؟ هو يقول هو المفروض اللعبة تشتغل كل موتتين، بس معظم الأحيان أشوفها كل موتة واحدة. فالحين أنا لو أبي أستخدم الجح لموضوع معين لاستخدامات أخرى برجع وريوس آخر الدنيا. فإما تقدر تعمل سيف بوينت، ولما تموت ترجع للسيف بوينت. شوف انسى ان الجح يمديك تحركه. ف او تعمل زرين، زر تموت ويرجعك للسيف بوينت، وزر يرجعك للبدايه. هنا ضليت يمكن نص ساعه احاول اني اعبر الجسر وحاولت اعبي الحفره جح بحيث اني افلت روحي، ولاني ما كنت ادري انه يمديك تحمل جح، وارجع اقتل روحي وارجع احاول اني اعبي الحفره واعبر بالخطا. زين اللاعب يحب يستكشف، اللاعب يحب ياخذ تجربته. اللاعب لما التحكم ما جاب الشكل اللي يتوقعه ويحاول يسوي اشياء غبيه وينزعج عاده يطفي اللعبه ويقول السلام عليكم. بس انا كان عندي صبر لان كنت ابي اختبر اللعبه وكنت ابي اعطي تقييم لها وابي اعطي نصائح في التصميم. فلازم مختبرين اللعبه يعني ياخذون وقت طويل يختبرون كل صغيره وكبيره. فالحين انا اتعلمت يعني ان بالماوس يمديك تحمله، فلذلك يعني ما باخذ نفس الوقت لين ما اكتشفت ان في زر هنا مدعوس في الزاويه. فهذه واحده من الشغلات يعني في التصميم
اول زر عندك ليش تعسنه في الزاويه؟ معظم اللاعبين ما بيشوفه من اول مره، يمكن تقول لاعبين المفروض تكون عندهم فضول ويستكشفون، بس انا جيت وشفته وضغط عليه again بحرف الاف حرف الاي nothing، فتجاهلته وكملت احاول اعبي الحفره جح، فظليت حاولت احوس حاولت احمل الجح واكتشفت اني يمديك تجي تطلع برا الدور. وهذه واحدة من اكبر علامات ان اللعبة لعبة واحد مسوينها نوب يسمونها، واحد ما يعرف يصمم جيمز. العب واجد على ستيم اللي نزلت من ناس تقدر تطلع اللعبة زي كده وتشوف كل الدور وتروح المكان اللي يعجبك، فهذه حاول تصلح باكبر قدر. اذا معظم الريفيورز ما بيقولوا اوه لانه ما يعرفوا جديد وده، انت الحمد لله جيم جام فما كانوا بتعلم في الاخطاء مي مشكلة، بس لما تنزل جيم في ستيم الله يرحم والديك ابدا 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 لا تخلي الشخصيه ممكن تطلع برا الخريطه. هذه اكبر شيء ينزل قيمه اللعبه في وجهه نظر المقيمين والريفيوز، يعني سيريس هذه كانك تحس انك في ميتا وورلد، انك قاعد تلعب لعبه ما يحسسك انك تدخل جو اللعبه. هذا اكبر قاتل للعبه اصلا انك تسوي شيء ويطلعك برا. anyway دانا الماوس طلع برا الشاشه وبغيت اطفي الاو بي اس بالغلط. او بوي لو طفيت بالغلط وطلع الفيديو انا قلت لكم السلام، السلام عليكم، سحبت اللعبه. اي اعتراض عندكم ليش ما عملت الريفيوات وكملتها قولوا لاحمد شريف وش سويت فيه، وش سويت في كوكي سلاير. فالمهم تضغط على الزر ضغط بالحرف الاي من جديد بالماوس، اند الماوس كان في الشاشه الثانيه بالماوس اند يمبني الجسر. هنا المتاهه مره طويله جدا، اللاعب ينفذ صبره، وبدات انه ما يمديك تسوي كل شيء، يعني ما يمديك تسوي شيء بس قاعد داور في متاهه بلون واحد والارضيه بلون واحد وقاعد تعافص عشان توصل النهايه. اتوقع معظم اللي يختبروا اللعبه بيقولوا نفس الكلام، فانا حاولت اشوف اي طريق ممكن نهايه مغلقه، حاولت استخدم دماغي مهما كان اللاعب يستخدم دماغه. مثلا لفيت اللفه خلينا نشوف واكتشفت ان اللفه دي نهايتها مغلقه، لا والله نهايتها مفتوحه متى هذه ما تخلص. مثلا اللفه دي نهايتها مغلقه عشان لا ابرها واضيع وقتي بحط جحا هنا رجعني بدايه الجيم. بعد ديزاين المصممين ودان الماوس راح الشاشه بغيت اطفي او بي اس، او بي اس لما نزل ما ابي اطفي بالغلط ما ابي اجيب العيد في نفسي. فلذلك الناس صممون فورك يعملون يوزر كيس دياجرام تقدر تبحث عنها يشوفون وش اللاعب في طرق مختلفه. يوزر كيس دياجرام يليل من 2003 متعلمينها شوي قديمه، يوزر كيس ممكن في طرق افضل تلعوها في ديك الفتره او في الفتره الطويله جدا. انك تعمل تصميم وش اللاعب ممكن يسوي في اللعبه، فتعمل مابينج لكل شيء وش ممكن يقدر يسوي اللعبه. هذه المين منيو، وش يقدر يسوي في المين منيو؟ يقدر يضغط على حبه اوبشن، وش الاوبشن المتاحه؟ تكتب بالتفصيل الممل عشان تحاول تصد الثغرات. فهنا انا ابي استخدم الجح عشان اسد الطرق اللي الديد اند عشان احل المتاهه بشكل اسهل، بس نفس الامر اللي تترك الجحه تترك جثتك ونفس الامر رجع كريوس. هل تتوقع من اللاعب انه يعيد يجي هنا ويحط جحه ويجي ويعيد هنا ويحط جحه ويعيد ويجي هنا ويحط جحه 1100 مره؟ توقع كم عدد لاعبين بيكون عندهم صبر انه يلعبون الشيء ذا؟ اللاعبين ما هذا موضوع ثاني تكلمت عنه. انت كمصمم للعبتك وكمطور للعبتك كمطور بالذات عشان لا نزعل نبيل ما فرق بين كلمتين، المطور يعرف لعبته من الف للياء فخبرته في اللعبه واجد اعلى من اللاعبين. فعاده المطورين لما يلعبون لعبتهم للاختبار يحسبون اللعبه سهله، اسهل بكثير مما يظنون. فهذه نقطه بعد تكلمت عنها، شفت كيف اذا اللعبه لما تكون ترفع الضغط تخلي المصمم يقدر يطلع لك او المختبر يطلع لك، شفت كيف ما
ما اعرف الفرق بين مختبر ومصور ومطور. المختبر يطلع لك الاخطاء ويطلع لك ليش الاخطاء دي. فيا ممكن تتعلم من لعبه سيئه اكثر من لعبه جيده. موضوع ثاني واو تكلمت عنه في اللعبه دي is معظم مصممي الالعاب المبتدئين يفكرون ان المفروض يخلون اللعبه فيها اكثر اشياء ممكنه واطول ما يمكن لان المتعه فيها بتزيد، فيحسبون مقدار المتعه الكلي للعبه. ف اجين هذا الشيء غلط في التصميم. ليه؟ لان اللاعب اذا كان اللعبه طويله ودراج وما في شيء يشد انتباهه بيطفي اللعبه وبيحذفها من ستيم وما بيجربها من جديد. فالمفروض كمصمم ما تحسب اي قد ممكن طول اللعبه وكثره المتعه وكثره الكونتنت فيها، وانما تحسب معدل الاستمتاع بالدقيقه. اللاعب كل مره يكون مستمتع في وقته اكثر في وقت قصير يكون افضل. مو معناه ان اللعبه بارتيز و24 ساعه انفجارات وده، لا بعد فيها هذه فيها بيسنج يعني، هذا موضوعين مختلفين. بس اللي ابغى اقوله لا تضيع وقت اللاعب، لا تعمل متاهه يضيع وقت اللاعب ما يسوي فيها شيء ويمل عشان ان اللعبه بتكون طويله واللاعب بيلعب فتره اطول. هذا تصميم خاطئ. في ناس استغلوا الموضوع والله بنخلي جرايند وبنعمل مايكرو ترانزاكشن عشان نربح فلوس لان الناس ما بتصبر وتشتري الفلوس حقيقيه في اللعبه. فانا ضعت لدرجه اني رجعت للبدايه. فهذا تصميم سيء. بعض المصممين الالعاب لما يطورون اللعبه يخلصون كل شيء يرجعون يختبرون اللعبه ويشوفوا الاقسام التجربه السيئه او التجربه تحت الافرج ويحذفوها بالكامل. ليه؟ لان هذا الشيء بيخلي لعبتهم افضل في النتيجه النهائيه، بحيث ان اللاعب ما كم لعبه لعبت تقول والله اللعبه كل شيء فيها كويس كل شيء فيها 100%، بس القسم ده لو مو موجود كان احسن، القسم ده ازعجني. فانا اعرف كواحد يتعب في التطوير والتصميم هذه الفكره ابدا ما تدخل راسي. لايك انا ضليت 3 أشهر على الشغل على النظام ده و3 أشهر اشتغل على الخريطه دي، ليش احذفها؟ فهذا اختيار صعب. بس واحدة من الاشياء في التصوير انا ما اقول لك روح احذف، بس اقول لك لما تصمم شيء وتختبره لا تضيع وقت اللاعب. لو الجح ممكن استخدمه كجثث واحطه علامات كان يمديني اخلص المكان واجد اسهل. فعدة حلول زي ما قلت، المتاهة يبالي تقصير، واذا تبى تكون معقدة حط ميكانيك في النص لا تخلي اللاعب يمل، وعلامات نص اجين، ولما تحط الجثة لا ترجعه ابعد الدنيا، هدي يا مكانه يا تعمل زر ثاني ولو الماوس طلع برا الشاشة. وما فيش اي شيء حمسني يدفعني ان اكمل في الجيم. والله وش تكلمت بعد؟ انا بعد تكلمت والله تكلمت مو راجع في الجيم. خلينا اقرا بعض الكلام اللي كتبته. إن الماوس اجلس في الزاوية، تعبئة الحفرة، جح الكوميدية يا اللعبة انا فكرت كانت طابع كوميدي لان فيها جح، بس لما كلمت احمد شريف قال لي والله لا ما كان نيته كذا. فتكلمت انا عن الموضوع ان العاب الكوميدية قبل ما تطلع اي ام بريد وسيرجنت و ذا جوت او اي ام جوت ما ادري اسم اللعبة، كان الفكرة حق الالعاب دي ثلاثتهم ان في فيزيكس واكي ومضحك والموت تطفى في كل مكان والماوس بقى الشاشة في ذاك لقيت اللعبة. فال قبل كده العاب قليل جدا حاولت تحتك بالكوميديا في الالعاب. فتصميم العاب كوميدية لها طابع كوميدي صعب جدا لعدة اسباب. واحدة من اهم الاسباب العرض الكوميديا تعتمد على التوقيت، توقيت النكتة، والالعاب تعتمد على مدخلات اللاعب. فصعب انه يخلي اللاعب يعمل الانبوت حقه بتوقيت يناسب الكوميدية. انا ما اقول انه ما في العاب كوميدية، في العاب كوميدية بالهبل. لما تبحث عنهم في لعبة بالرصاص مسويها ما ادري ايش كان اسمها،
كانت لعبة كوميدية. في ألعاب كويست قديمة كثير منها من سيارة كانت كوميدية، ولكن تسوي ألعاب كوميدية أكشن بلاتفورم شوي صعب تسويتها. فعادة التريبل اي تجنبوا الموضوع ده. معظم الألعاب الكوميدية اللي تعتمد على طابع الكوميدي تكون اندي. فمحاولة جميلة انك تحاول شيء غير المألوف. anyway انا بدي ارتفع الضغط، اعتبر اللعبة دي لعبتها كثير. واكثر شيء مزعج في الجيم، خلينا نرجع او بي اس، ان الماوس ما هو عالق في الشاشة، لازم كل مرة اغير الماوس من شاشة اليسار للشاشة اليمين، فهذا اكثر شيء متعبني، فمن الصعب اختبارها بالطريقة دي. تكلمت عن الالعاب الثلاثة اللي ما كان عندي صوت في الميكروفون، واتمنى اني قدمت بعض النصائح فيها. فخلينا نشوف الالعاب اللي ما طلع حظها، لاني انا وجهي بالغلط قفلتهم، فهذا بيكون اختبار جديد. اذي دي الالعاب ما لعبتها من قبل، فخلينا نشوف اول واحدة. بول سمتد باي محمد 941993. وين ياهو كوم؟ وين؟ زمان ما شفت ايميل ياهو. شيء قديم. على فكرة ياهو ما اتذكر المعلومة صحيحة ولا لا، بس سبب شهرته نشرت شركة مكتوب، شركة اردنية، واخذت نظام الايميل حقهم، نظام البحث اعتقد او something، ما اتذكر بالضبط، بس كاني اتذكر شيء. بس ياهو كانت شركة كانت بتحتل العالم وماتت موتة ذريعة بشكل غريب، قبل جوجل، قبل الامور دي. anyway فكرة الثيم، الكرة، الهدف من اللعبة الوصول لنقطة نهاية. للدخول المرحلة التالية يوجد عوائق في اللعبة، إذا تم الصياد بالليزر يقل مقدار حجم الكرة، ولكن لا يموت اللاعب. يوجد حواجز إقفال يجب على اللاعب إيجاد مفتاح لكل قفل للوصول لنقطة نهاية. أنا ما أدري شرح فكرة الجيم في الجيم جام مختلف عن الشرح الديسكريبشن للجيم، وانا ما عندي خبرة في المجال ده، بس I believe it could be better. ف we will leave it as it is. اللعبة 5 مراحل ينتم اللعب يفوز. وانا اعرف ان الديسكريبشن هنا غير الديسكريبشن في الداونلود، غير الديسكريبشن في البيج، فازعاج ازعاج ازعاج. ف حتى انا لعبة الديسكريبشن الحقها اللي عملتها زمان كان مرة سيء، ف يعني بس نعطي ملاحظة يعني. ما اشوف الكريدت، هل هو سوى كل اللعبة، هل في اسيتس؟ فالمتوقع اذا ما في كريدت انه هو سوى كل اللعبة، ما استخدم اي شيء من اي شيء، ما استخدم اسيتس، ما استخدم اصوات، وعامل isolation instruction، شيء جميل لان مو الجميع يعرفون instruction، ف the more the merrier. فننزل اللعبة. هي مجلة في الداخل. يب. Extract here. انا يزعجني موضوع انه مجلد الداخل اسمه غير. بس هذا مو الموضوع هنا. فأي تسميتك. العاب القديمة عادة يسموهم اسماء يعني basic. بدنات العاب اتاري. فوتبول. بيسبول. العاب اتاري الحين ما عاد الناس تسمي العابها بالاسم عشان تضحك كذا. اوه بوي، لعبة اندرويد شكلها، بالتحكم اندرويد. حاليا انا ما ادري، بس في الايام 2014-2015 ناس كثير استاؤون من يشوفون العاب اندرويد، لان بدأ ينتشر حركات كروس بلاتفورم، فمن يشوفون على طول تحكم اندرويد immediately يحطون اوف. انا ما اقول كده، بس اذا بتعمل بورت للبي سي وعندك وقت حاول خلي التحكم بالبي سي، بس يمكن الميكانيكية تكون مرة يعني ما يتابع بي سي ذاك الوقت. ما ادري ليش قاعد تعمل بورت، بس اتفهم الوضع. ان وش الهدف كنا؟ هل ممكن اموت؟
الحين ممكن محمود كاسمي دوني نساء الأسماء هنا انتبهت للياهو محمد محمد شكل بس فعل راسي لايك شوف انا ما مش قاعد اسوي هذه تجربة اللاعب اول ما يجرب الجيم ما يدرش الطبخة فلا تتوقع منه ان اوكي مع التجربة يكتشف الامور فاكتشفت ان لما اضرب الكورة اللي بحجمي اصيب نفس الحجم اوكي الحمد لله اعطانا اول دورين سهلين عشان نتعلم فهنا شوف لازم ادي نفسي عشان اقدر اعبر لان حجم الكرة مرة كبير اوبس وبالغلط حكم مرة لوي انا ما قلت اجين اللعبة مختبرة على الجوال شكلها صح؟ او مصمم على الجوال فما ادري اوكي الحين لازم اعبر بس كيف اعبر والنار الله المنقدة صدق نفس الالوان للعبة اي ام توماس او اللي كان توماس بحيث ان الخلفية بنية والمربعات خضر نفس الالوان تماما احتمال اسس من الانجن نفسه الله اعلم او صدفة كبيرة انا علقت على ديك اللعبة الالوان قلت انا ما خبير الوان فما اقدر اتكلم عنها كثير بس حسيت ان البني مع الاخضر كده ما يركب بس الله اعلم I don't know بس اشوفه نفس الكولور باليتس اوكي مع ان الثيم جاي بقول ما يركب بس في الحقيقة الثيم اشوفه انه مطبق اكثر من العاب كثيرة ليه لان التعدية من جد يعني في طبق الموضوع انك ما تبي تتعدى لانه شوي ازعاج بس في نفس الوقت بتفتح لك ابواب جديدة هنا اتمنى لو قدام يفتح مكانك ان الاكوار الكبيرة تقدر تعبر بعض الاماكن بس الصغيرة ما تقدر تعبر بعض الاماكن فاتمنى ان اعمل امور زي كده او مثلا حواجز ان في اكوار كبيرة هي اللي تقدر تكسرها والاكوار الصغيرة ما تقدر تكسرها لان حاليا اشوف ان السبب الوحيد اني ما تبي تصير كورة كبيرة انك تعبر المكان over than that حل اللغز هذي وصار انا حاولت افوز بس ما فزت فوز تحكم مرة جوالي just I don't like تحكم في العاب قديمة كانت تستخدم ادعوني بس انظف الكاميرا استخدم رولينج بول او ما ادري ايش كان اسمها حيث انه ماوسات ايام الثمانينات التسعينات كان في تجارب كيف يعملون ماوسات فنزلوا اشياء مختلفة للحركة بالماوس اوكي دو اللعبة مي طويلة ولكن الميكانيك بسيط النقطة الوحيدة اللي اشوفها التحكم مو عاجبني لو عامل ممكن اتحكم الكيبورد قبل ما اقول ليش عامل تحكم الكيبورد انا من شفت هذي عرفت انها مصممة على جوال فما جربت اصلا اتحكم الكيبورد ولكن اقدر اتحكم بالماوس فما ادري انا افضل لعبة كمبيوتر من وجهة نظري انه في تحكم كمبيوتر فاتوقع اني اقدر اتحكم الكيبورد إذا اللعبة أنت بتصممها على الجوال وبسيطة هذا كلام ثاني ما أقدر أقول ليش مسوينا تحكم جوالي على الجوال بك ما توقعت إن أي أحد بيخلص اللعبة مرتين ف يا
يا لقد خسرت الكرة التي يمكنك الفوز، يمكنك الحصول عليها مجددا الفوز عن طريق المشكلات. دي التعليمات بس انا ما انتبهت لها من قبل اول مرة، او المسج ما طلع اول مرة، ما اعلم. فكرت شاشة الفوز. للاسف اللعبة so simple that ما عندي اي اعتراض عليها. It's playable والدليل اللي انا خلصه قاعد العبها من جديد، فمن الالعاب اللي ممكن تندمج فيها وتمارس فيها بدون تفكير كثير. او يمكن لاني تعبان مليون قاعد على بلاطة. ليش ذاك الباب ما انفتح والباب ده انفتح؟ ممكن تخلي البيبان بالوان مختلفة ومفاتيح مختلفة، هذه نقطة. لانه ايش تراني انا الخريطة صغيرة بس اوكي، بس لما الخريطة تكبر ولما هو تتعقد وتبي المفتاح معين يفتح باب معين، ممكن الافضل تستخدم الوان مختلفة. مفتاح اخضر يفتح الباب الاخضر، مفتاح الازرق يفتح الباب الازرق، وهكذا. او شكل مفتاح مثلث مربع دائرة، يعني شيء جميل. تعمل جيم جام 3 ايام وين ممكن تمشي من هنا، ممكن تحاول تضيف مكانك جديدين وبالتوفيق. This is fun. يعني انا قاعد العب ما قاعد اوقف يعني، بس let's end this. انا بدي لو اطلع كلام اكثر بس للاسف انعصرت بعد ما جربت كل الالعاب دي. الافكار لايك القت في الداخل ما تطلع، لازم اضرب شوي في راسي كده عشان تطلع. خلينا افكر شوي. تحكم كور، مو لازم نضيف اشياء عشان اللعبة تتحسن، ممكن نضيف مراحل، يمكن نضيف سجل وقت قياسي لتخليص اللعبة، ممكن نضيف تحكم بالكيبورد. ابي تحكم بالكيبورد، ما ابي تحكم بعصات اندرويد. يعني امور بسيطة، يعني مو لازم بعض الاحيان اضافة ميكانيك في الجيمز، بعض الاحيان تضيف امور للاعب نفسه. سكورز، مين منيوز، فتح مراحل، صعوبة اعلى. مو لازم يكون ميكانيك جديد بس والامور دي تحتاج ماب ديزاين كثير عشان تصمم ادوار مثيرة للاهتمام، واختبار كثير هل الماب واضح ولا مو واضح. ممكن تعملها زي ما اعرف واحد عمل لعبة وراكن ويبل، لعبة بازل تشبه ادفنشر اوف لولو على الجوال، اندي ديفلوبر تقدر تكلمنا عن خاص اذا تبغى اعطيك المثال. اللعبة دي لعبة بازل ما هي كورة بس في 6 ادوار لكل او 6 مراحل لكل ستيج، ولما تخلص 6 ادوار مثلا ستيج اي في 6 ادوار، لما تخلص 6 ادوار تفتح لك 3 ادوار سرية. الادوار السرية دي صلخ اوبشنال، لما يمديك تخلص اللعبة بالكامل بدون ما تلعبهم. لما تفتح ستيج بي اجين 6 ادوار، ميكانيك جديدين، الثيم مختلف، الالوان مختلفة، الاوبجكتس مختلفين، وحركات جديدة شوي. بس لما تخلصهم اجين تفتح 3 ادوار سرية للستيج بي وتكون صلخ، وهكذا تستمر الموضوع لين ما تخلص اخر الدور. ففي تخليص السرية، التخليص الاصلية لما تخلص كل ادوار الستيجز، وتخليص السرية لما تخلص كل الستيجز كل ادوار السرية. على فكرة انا خلصتها تقريبا كلها ما عدا 3 ادوار سرية، واحد من الستيج قبل الاخير واثنين من الستيج الاخير. اللعبة حبيتها مليون ولعبتها كثير اول ما طلعت، ولكن ما قدرت اخلصهم. فتعطي اللاعب فرصة انه يرجع ويلعب من جديد. فهنا اذا تبي تحدي تحتاج تعطي اللاعب فيل ستيت. لعبتك ما فيها فيل ستيت تقريبا، يعني ان اللاعب يفشل ويحتاج يعيد الدور من البداية، تنسد كل الطرق الحلول. اذا تبي تعمل مور بازل اورينتد، اذا تبي لعبة انا ابي العب اتسلى وبس واقفل دماغي كده، يا في الديزاين حقك ما تحط فيل ستيت. فيعتمد وين تطورك يعني، وين بالتوفيق بالتوفيق والله شيء جميل. نكس جيم تو لايفز، هذه جيم فجاه طلعت كذا، فجاه ظهرت من العدم. فخليني اعمل ريفيو للجيم اللي قبل ما فجاه ظهرت من العدم، وهذه الجيم محطوطه
تدعو اسبي ديف. هذه اللعبة شفتها قبل بس كان ملف مرفوع، ف هذه اللعبة سحبت عليها بالخطأ وقفلتها بدون ما انتبه. اعتذر ان جي 3، فخلينا ناخذ عليها نظرة. سلاش اند داش من ان جي 3، فكرة الثيم it is a simple game where you get stronger every time you die. If you have enough points, simple control but hard to master. هذه الكلمة للديزاينر اللي غثون بها. انا منعت اشوف كلمات تصير فيها هايب. simple to control, hard to master. اول مرة اوكي، ثاني مرة اوكي، 90 سنة وهم يعيدون نفس الكلمة. الواحد من يشوفها الجيل غثة يعني. ف ما ادري يعني الشيء راجع للمصمم نفسه، للمطور نفسه، يبي تتك او رجال اللي يشتغلون ماركتينج والبي ار في الشركه نفسها. الشيء راجع لكم بس اعطيكم اياه من الحين. It doesn't sound cool anymore. Doesn't sound cool. حتى لو you mean it. حتى لو اللعبه حقك جد ان فيها ماسترنج وكذا. It doesn't sound cool anymore. اشوف الافضل just تتكلم لعبه كيف تشتغل او الوش فكت اللعبه. وصل الله وبارك. كلمات الكلاشيه دي بعض الاحيان ترفع الضغط. ما هو شيء شخصي ان جي 3. I'm not hitting his head لاني اكرهه، وانما اقول رايه يعني. simple control hard to master like سمعنا 1000 مليون مره. anyway ننزل جيم نختبرها. هذه صفحه التنزيل. وين ال ما في وصف، ما في وين الاوفرفيو. no ما ادري والله كيف بعضهم عندهم صفحات يمكن لازم تتالفه، لان انا ما اشوف صفحه الجيم. ناخذ نظر عليه عشان نحش زياده على قولتهم. اجين نقد الاشخاص اللي يعملوا ريفيوز الجيمز ما يكرهونكم. فيو بيج جيم ليش مدعوس هنا؟ ايوه تم تطوير اللعبه من قبل شخص واحد اللي هو انا احمد فؤاد. لا على فكره لعبه بول بعد انا ما اخذت عليها نظره. سوري هذا يوم البهدله، يوم البهدله العالمي، يوم البهدله. اصلا لعبه بول ما اشوفها. ايوه الا مريت عليه، مريت عليه. سوري انزين. تم تطوير اللعبه من قبل شخص واحد اللي هو انا احمد فؤاد 16 سنه. اتمنى اللعبه تعجبكم. لو حاب تدعمني كمطور عربي تقدر تسوي وش ليست للعبتي في ستيم. اوكي عطى كريدت للموسيقى والمفرعه الصوتيه. شغل جميل، شغل احترافي. وباقي كل شيء سويته في ثلاثة جيم جام. alright نزلنا اللعبة اعتقد داش اند داش. نشغل اللعبة. take a look. فلو ارفع الكاميرا هنا وصغر شوي. ب W dash switch rotation direction. اني شفت اللعبة دي قبل. اقصد يعني لعبة مشابهة من قبل نفس الفكرة. بس اللعبة دي كمان شاهد بعد. تلعب فار انا ما غلطان. ما يمدينا اعمل دبليو 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 عشان اسوي عند الداش. ما يمدينا اسوي اكشن سريع زي كذا ولا بعد. ويل دون. لعبة زي كده يمبالا تخطيط ويمبالا امبروفايز زي ما قلت. ف
اعتقد اقدر احط خطة في راسي واستخدم السكيلز حقي عشان اتجاوز، ولما تصير امور ما اتوقعها احاول اعمل امبروفايز. فهذا مثال ممتاز جدا لتطبيق طريقة اللعب. المشكلة هنا العاب زي كذا ابي اعتمد على السكيل حقي اما اتحرك بسرعة. الكولد داون كل ما اعمل داش يبغى لي استنى مرة طويلة، فاقدر اعمل ابجريدز ببرايس. فيمكن يمكن الداش في طريقة تقص المدة الحلوة. ايوه شكلها اوكي جود. يعني حاطين جزء من الديزاين اللعبة حيث انه يمديك تخليك اسرع. اوكي اوكي جميل جدا. حطيت عائق للاعب وخليت يمديك تطور، فهذا تصميم جيد. يعني الشيء الثاني اشوف ان الالوان تغيرت، فهذا تعطي اللاعب فرصة او يعني تعطيه مجال انه يغير جو، وهذا شيء جميل جدا للالعاب اللي فيها مجردة، الالعاب فيها اشياء بسيطة. زي ما تشوفون انا خاشه بالكليه في العاب زي كذا، ما اعرف العب العاب عكس زي كذا. اوكي that wasn't fair was it. لا السكيل حقي ده ما اعرف العب زي كذا، بالذات لما اتكلم احاول اعلق عنها. فهنا ينبالي اعمل خطه في راسي ايش اسوي، احاول اطبق الفكره. كل اللاعبين يلعبون كذا يعني، مو انا انما عادي طريق اللعب اللعبة. بس I'm too slow. اوكي في مكانك ممكن اقترحه انه تعمل زر الى كول داون يعكس الروتيشن للسيف، والكول داون حق يكون ابطا حتى من الداش الفترة اللي تقدر تسويها. هذه فكرة اقترحها لانه اشوف انه يعني معظم الاحيان ابي عمل السيف تحرك بسرعة. This is getting really really hard. I'm gonna much more planning than I expected. بحاول اضرب 30 سكور. انا اشوف. وهذه نقطة انا تكلمت عنها من قبل. بعض الاحيان المصمم اللعبة يسوي تصميم ويختبرها 100,000,000,000 مرة. ويحس اللعبة سهلة. ويجي يختبرون الناس اللعبة وتطلع صلخ. شوف الحين السيف مستت ربع سنتيمتر، ربع مليمتر السيف مسدت وتورط. ما اقدر احاش منه. ليش؟ لان سرعة الكورة ما اعطتني فرصة اني اتباعد مع سرعة الروتيشن. هنا اللعبة ممكن تصير unfair، تحتاج تعطي اللاعب فرصة انه يقدر يتجاوز الامور دي، ولا بيحس بان اللعبة لا اللعبة ما ممكن تنحل، لازم اخذ التطوير الفلاني عشان احل المشكلة دي ولا ما اقدر افوز. تقدر تحتاج لعبتك بدت مرة فوق في الصعوبة، تحتاج تسهل شوي، تحتاج تغير في القيم الميزانية والوزنية. الألعاب من أصعب الأشياء في الجيم ديزاين أنا أشوفها. أنا ما عملت ألعاب واجد فما عندي خبرة، بس أشوفها من الأشياء مرة صعبة يعني، وتحتاج تخطيط من الأول. فثلاث أيام ما تسمح لك تعمل لعبة بيرفكت. كل الألعاب اللي وزنيتها ممتازة أخذوا وقت طويل في التصميم والاختبار والفلسفة كمان، كيف يعملون أنظمة جديدة من الصفر عشان يعملوا وزنية الأمور دي. فلا تستهينوا بموضوع دي الألعاب نينتندو كلها تزبط زي كذا. أنا أكره ما عندي لما الريفيور يجي يقول والله كل الألعاب تقدر تسوي كذا، ليش لعبة ما تسوي كذا؟ المصممين عندهم خبرتهم يعني، وش دراهم الألعاب دي من قبل 20 سنة يقدر يسوون كذا، وش دراهم المطورين إن الألعاب هذه انهم كود يتحكم بالكاميرا افضل، مو تقييم. ده انا اعرف انه اوه يا تقدر تتعلم منه، من قبل سنتين طلعت يا تقدر تتعلم منه، بس الامور دي تاخذ جهد، الامور دي تاخذ جهد وممكن تصير اخطاء. فزي ما قلت هنا احس انه مهما الاستراتيجية اخذته، وانا اعرف اني ضعف المهارة ضغط الازرار، احس ان الكور تدور بسرعه غبيه لدرجه اني ما اقدر اسوي شيء. فخليني احاول اجرب فاست روتيشن، يمكن هذا الحل.
يمكن الفاست روتيشن او بي على قولتهم. شفت كيف السيف مستت with 1 second؟ لو روتيشن اني مو سريع كان جبت العيد. This game is annoying, isn't it? خلينا نحاول جديد. بعض الناس تحب الألعاب الصعبة. فعندها بالعكس الألعاب الصعبة اللي تحداهم هي الألعاب اللي يظلوا يلعبونها أكثر. ولكن في نفس الوقت إذا حسوا اللعبة not fair ما بيلعبون اللعبة. فهنا يجي على إبداع المصمم. كيف يحل مشكلة ان اللاعب يعطي مور ايجنسي؟ كيف اللاعب ممكن يعمل امور عشان يتعطي قدرة انه يقدر يحل المشكلة اللي عنده اللي واجهها؟ بس من ناحية جيم ديزاين بيرفكت. اللي اقصد يعني من ناحية تكوين لعبة اللاعب جيم بلاي بيرفكت. هذا الشيء يعني اشهد عليه. انا اقلي طفحت مليون لان احس اني I'm not doing I hate it. I'm not doing good. بس بحاول اني اوصل على الاقل 30 درجة يعني علامة. حاول نبني استراتيجية تبني 30 علامة. فكرت السيف ضربها. اشوف الكورة دي ما ماتت في النص. ما اقدر اسوي شيء لك وحوطتني تو ليت. السيف ما هو في موقع الصحيح. ما اقدر اضربه في مواقف ما يمديك تسوي شيء. هنا يمبالك تجرب واجد. ممكن تبطل الكور شوي. ممكن تعطي ميزة. I don't know. بس يمبالك تحصل حل. يعني المشكلة لو تبطل شوي ممكن اللعبة تصير واجد اسهل. Again زي ما قلت موازنة اللعبة شيء صعب. انا اشوف افضل حل ان تعطي قدرة اللاعب ان يقدر يحل السيف. لان السيف مشكلتي اذا مست الكورة لازم يستني ان يدور دورة كاملة قبل ما يضربها. فهذه اكبر مشكلة انا اشوفها. لو الكورة ما قدر يضربها دي كان جيم اوفر immediately. ولو تلاحظ الكور ما كلها اختفت فالردي يعني. شوف الحين انا ما اقدر اسوي فيها شيء خلاص راحت علي dead. There's no way to miss it. ما اقدر اوقف السيف. ما اقدر اعكس اتجاهه dead. اللي لا فيه سيف يعكس اتجاهه ولا ما ادري. Again انا دمخ في امور اكتشفها too late. خلينا نشغل الجيم من جديد واشوف التعليمات. No. Switch rotation direction. شفت انا كيف اقل حمار كبير بعض الاحيان. انا قمت اضغط اي كيو ما شفته. اوكي نعطي اللعبة فرصة ثانية. Again الالعاب ما جربته المفروض اجربه بعدين احكم. بس حبيت اعطي الانطباع الاولي للعبة. دريت ولا ما دريت؟ ما في الفائدة. الحين يمديني اتحكم. هي اوكي. الحين يمديني اعمل much better planning. تقريبا. لا كنت بعمل داش عملت. هذا الغلط مني. تخطيطي كان زفت. Again اتوقع الافضل تمسح كل شيء لما الواحد يموت. بعد شوي بس الحين يمدينا نلعب من
قبل ما عندي انا خطا مني ادرني انا متعصص دبليو كيو اي و لو في مين منيو يراوي كويش الازرار كان ممكن يتحدى المشكله. اجين اللاعب مو دنبي لو ما يعرف الشيء اذا كان صعب الوصول المعلومات. اوكي وصلت 30 علي بس يا بس خليني نلعب شوي اطول شوف ممكن في شيء جديد ممكن في كرة تطلق. اوكي شيء شيء جه في بالي. الطريقة الوحيدة اللي تخسر انه تعمل لازم تعمل ما عندك فلوس تطور صح؟ ليه ما تعطي اللاعب فقرة انه ممكن يعمل سكيب بس يخسر 5 علامات؟ يعني مثلا الحين انا ما ابي اطور بس ابي I don't like it ابي احتفظ بالسكول حقي ابي ماخذ سيفتي. بتعمل هنا سكيب 5 علامات كل مرة تعمل سكيب تصير اغلى ممكن اغلى بنفس السرعة ممكن اغلى شوي اخفض يعني مثلا 5 ولما تطور تصير 6 ولما تطور تصير 7. ليه؟ الحين انا اعرف ان طورت ومت على طول بخسر جيم اوفر فتعطي اللاعب فرصة انه يأجل الجيم اوفر ولكن كل مرة يأجل بدون تطوير بتكون قوته اقل وبيخسر نقاط فتصير نوع من المعركة بين اللاعب وبين التطوير وبين الجيم. فهذا اقتراح بعد عندي في راسي and that's it. good game اهنيك على اللي عملت يعني but I'm really bad at it. anyway once again هذا الشيء علقت على العاب واجد بس انا عارف مو كلكم تشاهدون كل التعليقات. حاولوا تعملوا مين منيو للجيم. شيء مزعج ان تعص اسكيب وما تطلع من الجيم. تعص اسكيب ما يقول لك ديو وانا كويت تعص اسكيب ما تقدر تشوف تعليمات يعني المفروض تعطي مين منيو يقدر يشوف التحكم يقدر يرجع المين منيو يقدر يطفي اللعبه. ليه؟ لان في الاوبريشن سيستم لما تضغط Alt+4 هذا يعمل قصف للبروسيس يقتل الجيم بالقوه هذا الشيء مش نظيف شغل نظيف للاوبريشن سيستم يعني يترك اشلاء في كل مكان للبرنامج في الميموري فالشيء مو زين ده. بس كل الالعاب اختبرتها تقريبا ما فيها يعني اكزيت لازم اعمل Alt+F4 مو زين الكلام ده. فالعابكم انا عارف ان جيم جام وكل شيء على السريع بس لما تتجون العاب اعملون مين منيو اعملون طريقه اللاعب يطلع من اللعبه بامان ما يطلع من الاوبريشن سيستم يقطع البروسس في النص كده. فهذه شغله بس حبيت انوع عنها. Good game. Good work. Slash and dash. الموت من هاي الطريق ما اشوف التطبيق قوي. بس as a game design بشكل عام جميل جدا الشغل. ف next game باقي لعبتين وبعدين اقول السلام عليكم مع السلامة game jam ما بيشوف خبر. لا مزح معاكم. احذف روحي من الجروب واطلع برا هذا. Not yet للعبة من عبد الله بن بشير يقول لك فك هذا الثيم حاول تصل الهدف عن طريق مود نفسك واستغلال جثث للوصول. فنعمل داونلود اسم اللعبة Not yet. Again انا اعرف جيم جام وكل شيء عجله بس حاولوا تعملون الفولدر بنفس الاسم. لان بعض الناس ينزلون الجيم وين بيختبروه بعدين وينزل في الداونلود جي 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 ويختبروه بعدين ويجي بعد اسبوع اخيرا اجازه يطالع في الداونلود يطالع جي 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 وشو ده شكل شيء نزلته ونسيته يمكن فيروس ويحذفه وينسى الامر. أمور صغيرة أمور صغيرة تأثر يعني على لعبتك تعطيها فرصة الناس يعطوها فرصة ولا لا. نفس الشيء الملف الـ EXE المفروض يكون اسم اللعبة بس ملاحظات صغيرة يعني ما هي في داخل التصميم إنما في الإنتاج في النهاية فشيء جميل
game menu, play, credit, congratulations for finishing the game. What? Oh, لأن راح أعمل صفحة الكريدت نفس الصفحة لما تخلص الجيم. فأنا ما خلص جيم، أنا ضغط على كريدت فقط. I made this game in Sony Game Jam, Kanjo, YouTube and Kanjo. Okay. عادة الجيم كريدت يا في الجيم كريدت عادة تقول this game made by Kanjo، ما تقول I am the one who made this game. ليه؟ لأن الناس تبي تعرف مين صمم الجيم. في النهاية عادة الألعاب فريق، حتى لو مين فريق يعني تقول programmed by, music by, art by, animation by, background by، أو تجمعهم كلهم designed by, developed by, Kanjo. أصلا ما تقول I made، وهذا حتى في الكتاب ترى لما يكتبون عنهم في المقدمة في البداية عادة ما يقولون I am، يقولون the writer. بس anyway زي ما تقول هذه أمور ethics ما هي أمور قوانين. خلينا نشوف الرسم pixelated، real pixelated. في جاء فترة كل ألعاب الاندي pixelated بسبب ما صوت المشي مزعج بالنسبة لي، أو يعني أشوفه. فممكن إذا أنت عاش منك تعمل أوبشن إنه يطفي صوت المشي. توه قبل شوي الموت لا مو نهاية كل شيء، والحين في نهاية كل شيء. أوكي يعني اللعبة فيها fail state، أنا فيها تحدي أكثر. good. بس الحين كيف أفوز في دور زي كده؟ بس حتى صوت المشي هو في الهواء. أحس اللعبة بدأت صعوبتها شوي فوق شوي فوق. بس بعض الألعاب هي تبي تصير صعبة أصلاً. في ألعاب مو يسويها فوق، يسويها في ناطح السحاب من البداية. كايجو ماريو هذي لها جمهور الخاص، بس إذا تم تعمل اللعبة للناس أفريج أوكي شغل جميل. تعلم اللاعب الميكانيك عن طريق اللعب والتجارب، فأنت بيني أموت هنا وأدف الحجارة. شغل جميل. هذا الشيء المصممين اللي يصمموا جيمز دائما يحطون في راسهم إنه كيف يعلمون اللاعب بدون ما يكتبوا التوتوريال طول 3 سنين، بحيث إن التوتوريال يكون إن اللاعب يكتشف الشيء بنفسه، مو بس إن الشيء يصير التوتوريال جزء من اللعبة وجزء خفي من اللعبة، كمان يخلي اللاعب يحس إنه عبقري، إنه أوه شوف أنا ذكي اكتشفت الشيء ذا. وهو أصلاً المصمم عامل الدور عشان يختبر الأمور دي. أوكي الحين بقى نقطة بسيطة. أوه هذه نفس المشكلة في لعبة ثانية. ضغط سبيس ضغطة بسيطة. خليني أجيب الكاميرا. أوكي سبيس ضغطة بسيطة. أوه لازم أعصر على اللعبة. أنا هذا صبعي، خليني أرفع الكيبورد. شوف هذا صبعي نط كل النطة. This is not good. ألعاب تبي precision jump is not good. مفروض كل مرة تعلق على الماوس فترة أطول كل ما ينط نطة أطول. بس لما تضغط ضغطة بسيطة ما المفروض ينط النطة دي. اللعب ألعاب القديمة ماريو كونترا سونيك كل الألعاب البلاتفورم القديمة وشوف كيف النطة حقها. حاول قيس الشيء ده بتشوف إن الحين اللعبة انقلبت من مهارة إلى صيد بط، إلى حظ، إلى ما أقدر أتجاوز الحجارة game over. هذا ممكن يقتل لعبتك أسرع من البرق. ليش؟ اكتشفت المعلومة إن النقطة ما يمدي النقطة بسيطة أطلع من الجيم. ليش أكمل؟ لأن أعرف إن الدور قدام ما بقدر أخلصها إلا بالحظ. فألعاب البلاتفورم تحتاج سكيل أكثر شيء، تحتاج ممارسة ما تحتاج تخطيط. أنا أول ما ألعب اللعبة أول ما ألعب الدور أعرف الخطة، أتعلم أسوي الخطة، بسوي كده 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 كده. لعبة البازل بلاتفورم التخطيط أول خطوة قصية جدا من الموضوع له. أكثر شيء تعتمد عليه 100% المهارة. المهارة معناها يمبالك تعطي البلاير agency في الكنترول أكثر ما يمكن، لا تخليه محجوز في التحكم.
وطبعا عندك كلام بال يعني باع طويل، بس لا اختصر يعني، اذا اللعبه اللي حقك تحتاج تسارع يبالك تعمل تيست زين ما زين على التسارع. اذا تبي النطه على التسارع عليه يبالك تختبره زين ما زين. اذا اول نقطه النطه ما يمدينا نتحكم بسرعته، او لما نط وما قدرت تحرك يمين وتحرك يسار، that's a failing in the game. بعض الالعاب القديمه لما تنط يمين ما يمديك ترجع يسار. الحمد لله انت ما عندك المشكله دي، ولكن الحين انا نطيت زي كده والحجاره طلعت ورا واجد، فالحل الوحيد الحين اني انط نطه قصيره او اني اعيد اللعبه واخلي الموضوع مناسب اكثر. انت تبي اللاعب يتمرن على النط حقه كل المحاولة زي كذا كل مرة ويصير النط حاجز كل لغز يحله. ف شيء ثالث شوي مزعج انه يرجع الشخصية لما جيم اوفر، ممكن يسبب لك كراش، فحاول ما تعمل سباون لما تخلص من الابات له حتى لو طلع جيم اوفر، لانه ممكن يسبب لك انفينيت لوب او سمثينج، ممكن يسبب لك مشاكل في ادوار قدام. خلينا احاول اخلص الجيم. اجين صوت المشي حتى وانا ناقص وطايح يمشي، الصوت واضح بعض الاحيان لما انط والمس الارض المشكله. فشوف الحين بنط والصوت يطالع وهو يمشي، فا يا يو نيد تو فيكس ذات. والصوت انا اشوفه مزعج فافضل اني يكون اوبشن. فاهنا عشان اتجاوز اني ما انط نطة عالية يبالي اموت واتحرك؟ لا I don't know. تبعت اللعبة؟ I don't know how to solve it. وممكن هالشيء يخليني ادقق ما اختبر الجيم زيادة، بس بحاول اني اشوف الدور الثالث على الاقل. اما اللمسة بالضبط لمسة قطعة من شعر راسي ومت. يعني اجين البريزيشن لعبة زي كده انت خلينا بيكسل كولوجن، الكولاج بالبيكسل this is not good. تبي تعطي اللعبة شوي فرصة للاعب انه ممكن يجاوز الاشواك، فتقدر تخلي جزء من الشعر عادي يلمس الاشواك بدون ما يموت، الانيميشن جميل جدا للمشي. Seriously, I don't know how to do it. I have no clue how to do it. صار الموضوع من مهارة في الضغط إلى تحمل frustration يعني. This is not good. ابي اياس الموضوع بس ابي اخلص الدور، ابي اشوف ايش الدور اللي بعده. الكلام ده علقت فيه في لعبة ميلون كاسل او كاسل اوف ميلون مليون سنة يوم لعبتها اول مرة، وعلقت عندها في اكثر من لعبة. لما اللاعب تعجبك لعبته لما اللاعب تعجب لعبتك ويلعب فيها ويمدح ويصيخ اخطاء بسيطة ما يمانع، بس من يصير اللاعب ينزعج من ميكانيك معين ويبدا يحس ان وقته قاعد يضيع بسبب الميكانيك ده، تبدا الاخطاء الثانية تظهر له، بتبدا الاخطاء الثانية تزعجه اكثر، بتبدا الاخطاء الثانية يتكلم عنها اكثر. ف اوكي ميكانيك جديد، الاشواك تختلف مرة واحدة وتختفي، البلاتفورم تقدر تنط تقدر تنزل منه اعتقد، لا اوكي انا عملت خطا دري المفروض ادق في الحجاره. فلاعبين كثيرين ممكن يشوفون انه ما يقدرون نطه بسيطه يطلع من اللعبه ما يشوفون الدور. ف اجين العاب بازل بلاتفورم تعتمد على وشو السكيلز اكثر شيء، ف
فسكيلز معناها حاول تعطي أكبر قدر مستطاع من التحكم للاعب. والحل هل في ميكانيك جديد تعكس جاذبية أو something؟ هلو؟ هل أنا انحبست؟ مع الاختبار دجار؟ هل glitched؟ اوكي glitched وما تقدر تضغط exit. again اعطي الفرصة اللاعب يعمل restart. لما تضغط exit يطلع لك main menu. المين منيو يقول لك restart. hint maybe. return to main menu. exit game. whatever. الحين انا ما ادري شو قاعد اسوي. الطريق الوحيد انه اطفي اللعبة لانه قاعد في زر ضغطه ما ادري شو عمل لي restart. يمكن تركت التعليمات في الموقع. خلينا نرجع الموقع. بس اجين اللاعب يبي يعرف المعلومات في داخل الجيم حقك. اجين ما رحت للفيو جيم. سوري دائما انسى انه في فيو جيم بيج. بنيت في خلال ايام وتحوي على لعبة السعودي جيم جام. اجين انا علقت الكلام. لا تعطي المقيم والجاج والحكم انك انت طبقت الفكرة. كأنك قاعد تقول كلام غير منطقي. قاعد يعني تجبر ان الثيم ان قصد طيب كأنه موجود كأنك تقول اوكي سوري انا عبرت عنه بشكل سيء او بشكل نيجاتيف. تحوي على الثيم الجام كأنك تقول ان هذه فاكت ان هذه حقيقة مطلقة مسلمة ان هي تحوي على الفكرة. هذه الشغلة ما لها حتى علاقة في الجيم ديزاين وفي الجيم ديفلوبمنت. لها علاقة في الكتابة في المنطق. لما تشرح الشيء وعندك اوبينيون ان لعبتك فيها الثيم ما تقدر تقول لهم تحوي على الثيم ده. لان لما تقول تحوي على الثيم يعني شيء مطلق شيء حقيقه. فتقول ما تذكر الموضوع الافضل افضل شيء بالنسبه لي لسالني. لا ما تذكر الموضوع مره واحده. تقول اللعبه اسلوبها كده. ممكن تقول حاول تطبق الثيم باستخدام الاسلوب الميكانيك المعين. anyway صناعت بدأت في هذه اللعبة في الجيم جيم جام للنط. يوجد 5 مراحل وكل مرحلة لديك عدة مودات معينة والمود ليس نهاية الطريق. فأجين ما في اوبشن يعلمني كيف الريستارت. بس انا ما ادري وش سويت في الريستارت. خليني اجرب شوف الحين اللاعب. لانه ما عندك تعليمات في داخل اللعبة وما يمديك ترجع المين منيو. وش وين وضعت اللاعب الحين؟ في اي صندوق وضعته؟ فانت وضعتني في صندوق الفرستريشن والبروت فورس. بستخدم بروت فورس بس بضغط كل ازرار في الكيبورد ما اشوف. اسكيب اف 1 اقدر حتى ان اطلع وجهي في الصوره عشان تشوفون وجهي الوسيم. ف الكيبورد اسكيب اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5 اف 6 اف 7 اصلا بوي ما كنت ضاغط على الجيم and كنت ضاغط على الاو بي اس فكل ضغط على الفاضي. شيء ثاني في التحكم. في ناس تحب واز في ناس تحب الاسهم. الافضل تترك خيار لاثنينهم. في ناس حتى تحب النمباد اللي هو الازرار هذي يسموه النمباد. في ناس تحب تستخدم حتى دولة في الألعاب القديمة. فحلو لو تحط كيماب تحط اختيارات للعبة. أنا ما أدري سويت شو عيد الجيم. Space 0 1 9 6 5 4 3 2 I U R. أنا من قبل ضغط R ما صار شيء. المفروض R أول شيء ضغطته بس أنا متأكد ضغط R ولاني ما انتبهت للانيميشن ما دريت اني بديك تعيد. يعني ممكن خطأ مني بس اجين في تقييم اللعبة يعني قاعد احاول اعطيكم ايش صار في التجربة في اللعبة. انا شوي تعبان لاني لفترة ما اخذت بريك مختبر 1000 لعبة وصبري صار قليل جدا. فممكن تشوفون نقاط نقدر بحقي اكثر. ف
الخطأ ده مني أدروني، ولكن في نفس الوقت هذا الشيء طلع ليكم مش الأشياء اللي ممكن تصلحوها، يعني خذوها كفائدة. إحنا نبي نصلح العاب، وش نسوي لو ضفت مين منيو وضفت كيف التحكم ما طريت إنه عسك الأزرار في الكيبورد؟ أصلا فكرت اللعبة خربانة أصلا، جلوشت أوت، ما دريت إنه يمديك تعمل ريستارت، خصوصا اللي ما تكون حتى في الصفحة. بعض الألعاب بالذات المصممين الحديثين يعتبرونها غلط كبير إن تخلي اللاعب يعيد كل اللي سويته لو تخطأ غلط واحد، ولكن أقول لك الألعاب الصعبة في لاعبين اللي يحبوا ألعاب الأركيد الصعبة القديمة بالعكس هذي يعتبرون نوع من السكيلز، فيفضلون إن تكون اللعبة إن مثلا ألعاب النينتندو القديمة بلاش الوجه الوسيم، ألعاب نينتندو القديمة والسيجا القديمة معظمها فيها كونتينيوز، ولما يخلص الكونتينيوز ترجع الجيم كله من الكامل من البداية. اللاعبين الجدد انتبهت انهم يصايحون يقولون اصلا المفروض الجيم ما فيها كونتينيو. اللاعبين القديمين وش يقول لهم؟ بالعكس اللعبة اذا ما فيها كونتينيوز وش اللي خليني اقعد اليوم الثاني والعب اللعبة من جديد واتحدى نفسي اني اخلصها؟ فيعتمد ان جمهورك انت بيه وش يكون لاي لاعب. فلو انا فشلت في اللعبة دي ينبال اسوي الدور كله. اللاعبين بعضهم اتوقع الله اعلم معظمهم جديدين، لاعبين اللي ما لعب ايام الثمانينات، معظمهم يقول لك والله اللعبة بايخة لان خلاني اعيد اللعبة كثير، وفي لاعبين. فيعتمد جمهورك للعبة. فالمهم تعليق ثاني، هذه صفحة الكونجراتوليشن نفس صفحة الكريت، يمنيك لما تصعد على حبة الكريت تخفي كلمة congratulations for finishing the game، لأن لما تصعد الكريت يقول لك الكلام ده. هذه حالي. أنا عارف إن بدك يعني كمبرمجين نحب إحنا reusability، نحب المصممين نحب نستخدم عدة الأشياء نفسها، بس يباك تنتبه. فتقدر تخلي لما تفوز في الجيم تخفي الكلمة دي، لما تفوز في الجيم تظهر الكلمة دي، ولما تصعد الكريت تخفيها. وتذكر ينبالك لما تخفيها تكون نفس الستيت الصفحة، يعني لما تفوز تظهرها، لما تتعصل كده تخفيها، وهكذا إذا تبي تعيد استخدامها. بس الأفضل تعمل صفحتين مختلفتين لو بتخليها لعبة كاملة، يعني لأن اللاعب بيحس إنه مغش إنه عنده نفس الصفحة، يعني نفس النتيجة لما تعصل كده أو تعصل لما تخلص الجيم. معظم اللاعبين يحبون تعطيهم جائزة شوي، تعطيهم كاتسين، تعطيهم something، صورة النهاية الناس سعيدة something في النهاية. إذا حتى هذه نكتة يستخدمونها الريفيورز القديمين، معظم الألعاب القديمة النينتندو والسيجا إذا اللعبة كانت صعبة صلخ والنهاية يعطيك كلمة congratulations وتخلص اللعبة، والكلمة congratulations أصلاً السبيلنج حاجة خطأ بعد. هذه نقطة على الموضوع، لايك وش الحين كل اللعبة انها الصفحة دي، يعني ما عندكم اي حب للاعبين، ما عندكم، ما توقعون احب يخلص الجيم يعني. فانيوي فيحبون ان اللاعب يتوقع ان يحصل شيء بالمقابل لما يخلص الجيم. فاقل القليل اشوفه خلفية background ناس سعيدة او الوان او whatever، ما تكون كلمة congratulations وفيها ثلاثة اخطاء ملائية يعني. ف very good game، التحكم فيها جميل، ناقصنها اوبشنز تقدر تطفي صوت المشي، اوبشن اشوف التحكم وين هو، تقدر تخلي اللعبه تقدر تضيف سكور وقت الجيم، تقدر تعمل امور واجد عشان تخلي الجيم فيها مور صف للاعب، تقدر تحط زي الاقتراح اللي اقترحته من قبل كبازل جيم، ستيجز ادوار لازم تخلص عشان تكمل للستيج الف 6 ادوار، ستيج ب 6 ادوار، تبى تفتح ستيج ب لازم تخلص ستيج الف، تقدر تختم المين منيو، لما تخلص الستيج الالف بيرفكت تفتح ادوار سريه، تقدر تسوي حاجات زي كذا يعني. اند اجين تعلم وش الالعاب القديمه البازل جيمز تستخدم، بازل جيمز بازل بلاتفورمز تعتمد اعتماد كبير على مهاره اللاعب في التحكم.
لما تضغط السبيس وينط نفس النقطة. This is the best يعني the most failure أشوفه في الجيم ده، لأن قلبت الموضوع من إني أم بحل اللعبة بمهارتي لا بحل اللعبة بتخطيطي. هل تبي اللاعب إني يخطط الشيء ويحاول أكثر مرة وينزعج، ولا تبي اللاعب يحس إنه فاز الدور بمهارته؟ فا again أنت يمكن تبيها تخطيط ما تبيها مهارة، بس البازل بلاتفورم مبنية على المهارة، الألعاب نفسها تطبيق مهارة اللاعب. فا anyway هذا تقييم اللعبة. Very well done again، لعبة جميلة جدا. تطبيق الفكرة ما عادي بترك الحكام، ما أبي أقول أوه هذا طبق زين والحكام يقولوا هذا ما طبق زين، وبعدين يجي في خاطر اللاعب شوف هذا الحكام ما يعرفون ولا تصير دراما من جديد. بخلي الحكام بس أنا أشوفه بخلي الحكام بس أنا أشوفه، أنا أشوف أنا ما طبقت الفكرة بصورة مجازية يعني. بس good game، إن شاء الله تعلمنا الشيء. Oh my god في لعبة جديدة، ما ينبالي أشوف لعبة جديدة. خلينا نخلص two lives وبعدين نشوف إيش اللعبة الجديدة اللي رفعت. فلعبة two lives question mark، كأنك تقول two lives انعملت بـ SP Dev في عالم آخر يعرف عند الناس أن من يموت في الواقع يذهب إلى الحياة ما بعد الموت، ومن يموت هناك يمكن الحياة مجددة. هناك أسطورة تقول أن توجد في حياة ثانية، الحياة ما بعد الموت بوابة في الحياة العالم الثالث، وهي حياة تواجهك في الحياة الحقيقية والخلدة فيها. أوكي عندي نقطتين مهمة في الكتابة. أول نقطة، في عالم آخر يعرف عند الناس هذا نصاجر كتك وغيلي هيتيو. في الكتابة لما تكتب أمور في الرواية الخرافية ما المفروض الدكة، أنا قاعد أتكلم عن كتابة بحت، فبالذات لما قصتك تكون عميقة بالذات الكلام يتطبق أكثر. أنا عارف إن هذا وصف جيم جام بس قاعد أحاول أعطي نقاط هنا. في الكتابة ما المفروض تتكلم أو تخلي الـ NPC يتكلم أو تكتب في الوصف شيء معروف في الجيم نفسه. إذا الجميع يعرف الكلام هذا فالكلام يكون مكرر. أحد يجي لك في الواقع يسولف معك يقول لك والله الماي لونه شفاف بس لون البحر أزرق والسماء زرقاء والحشيش لونه أخضر والنار حارة ترى. وش تحس لما يكلمك زي كذا؟ ما تحس انك ياهل يعني؟ ما تحس انك اوكي في العوالم الخرافية والتنانين والسحرة والبطيخ الامور دي ما هي امور طبيعية، ولكن عند العالم ذاك عند الـ NPCs عند الشخصيات هذا الشيء متوقع. فما المفروض الكمبيوترات تتكلم عن الامور دي، لانه ما حد يجي يقول لك ترى النار حارة والسماء زرقاء والحشيش اخضر، لان هذا الاشياء نعرفه في العالم ده. ففي الوصف الحقك انت قلت المصطلح في عالم اخر يعرف عند الناس. فانا ادري تقول الحين ده بيقيم لعبتي ولا بيقيم كتابتي، بس ابي اعطي ملاحظات. في اللعبة كانت كويسة لعبة السباي بس فيها جرامر سبيلينج بالهبل، فعلقت على الشيء ده على نفس الشيء، وين الفواصل؟ قراءة الكلام صعب. فالناس ما بيقولوا والله ده اول مرة يسوي جيم، والله هذا بعده في ابتدائي، والله هذا ما اصلا درس انجليزي قاعد في دولة كله يتكلموا العربي، اصلا هذا صيني وفقير وكان مضطهد. ما بيفكرون في الامور دي، بيشوفون هاي النتيجة هذا النقد، ما في تساهل في الموضوع يعني. anyway في عالم اخر يعرف عند الناس، فتقدر تقول كل الجملة، خلينا نشوف الجملة وين اللي اقدر احذفها، ان الموت في الواقع يده بالحياة اخرى ما بعد الموت. النقطة الثانية في تكرار واجد، حياة اخرى ما بعد الموت. نص الكلمات انا لو احسبها 50% كلمة حياة و 50% كلمة موت، فهي عندك تكرار واجد للكلمتين دي. فما ابي اصير مدرس انجليزي، ما بصير مدرس لغة، اصلا فاشل في اللغة العربية وفاشل في اللغة الانجليزية. بس يعني نقاط عاطقيها في اللغة يعني في الكتاب أقصد. وهناك أسطورة تقول أن توجد في حياة ثانية، الحياة بعد الموت يعني.
يعني انا بابا عرفت ان حياة بعد الموت حطه بيقص الحياة بعد الموت، عرفت الحياة بعد الموت، اي هي الحياة بعد الموت، الحياة بعد الموت احنا الحياة بعد الموت. فا anyway سوري ننتقل لموضوع، بس تعال فكر موضوع مهم، الديسكريبشن وعرض اللعبة جزء من اللعبة حقك، الناس بتجرب لعبتك على حسب الثمنيل وعلى حسب الديسكريبشن حقك مو على حسب التريلر، اذا الثمنيل ما عجبهم والديسكريبشن ما عجبهم بيطفون الجيم حقك، فهاني مهم اذا تبي تنشر لعبك تبي الناس تختبرها، هذا شيء مهم جدا. الحمد لله الثمنيل كولورفل، من اكثر الثمنيلز كولورفل موجود هنا، فالشغل جميل الحمد لله. يعني الثمنيل لازم تشوفه جزء من اللعبة 3D، شخصية من اللعبة 3D، جزء من الجيم بلاي، يعني كلهم ثمنيل اما من جيم بلاي وصور بعيدة، قليلين الثمنيل كولورفل. هذي كولورفل ميم الجيم، كولورفل من الجيم بس كولورفل لان اخذ صورة مكان جيد، كولورفل عمل صورة للجيم كولورفل، فهذول مور انترستنج. بس لما تشوف صورة ما ابي يعني اقارن واقول هذا زين، صورة من المين منيو وصورة من اللعبة على السريع ما اشوف الجهد، وين بختار اول، بختار الصورة المتعب عليها ولا بختار صورة من الجيم، اول صورة تشوف من الجيم اكيد بختار دي اول. ف again SB dev I'm not trolling, let's download the game. قبل ما اعمل داونلود خليني اغلط الغلطة في صفحة ثانية للجيم بيج، دائما انسى. Oh boy, look at that, all the colors, very cool. Two lives, a downloadable game for Windows, no description, الكريت اول، اما باقي كله من عندي. Best quality for the game, download. Again, هنا it's a missed opportunity, كان ممكن تكتب الوصفة هنا، بس اذا كان الوصف نص الكلمات حياة ونص الكلمات maybe الافضل تترك بدون الوصف. بس الشيء اللي ابدع فيه ما شاء الله الخلفيه الباك جراوند الثمبنيلز فيري بيوتيفول. خلينا نجرب لعبه اس بي وات ايش كان اسمك، اس بي ديف. تعرف ان اس بي اختصار لكلمه انجليزيه الحين بيعملوا لي بان من يوتيوب، قديمه ما ادري اليوم كان نسخهم ولا لا، بس هذه واحده من الاشياء بعد خلينا نذكرها. الاس بي انا عارف انت ما تدري شيء قديم ناس ما تدري عنه، بس الاس بي كلمه اس بي اختصار قديم بالانجليزيه son of bitch، يمكن كان يقولوها اس او بي بس انا ما غلطان كانت اس بي، بس anyway ففي ناس تحاول ان ما تاخذ thumbnail او abbreviation لكلمات معروفه زي كذا، يمكن معلومتي غلط انا وجبت العيد، اذا معلومتي غلط ام سوري بس هلا اتذكر. Our lives لا two lives ما احب مجلد داخل مجلد داخل مجلد داخل مجلد. فخلينا نختبر اللعبة من اس بي. لودينج خلفية نايس، سيتينج ريسيت يعني في اختيار ادوار اباوت. فا اس بي ديف فريق ارت باي موهاب اند جيم باي باترا. The game was developed by الخط شوي صعب قراءته. الخط صار شوي صعب قراءته. نبض تأخذ الخط أسهل قراءته. This game was developed by Alfred Attar and some graphics were made by Mohan within 6 days on the Unity engine, and the theme of the game is death is not the end. The whole game talks about the legend of the third life, and whoever owns this life is immortalized in real life. And again, نفس المشكلة في الكتابة. Real life, death life, lead the real life, third life, 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 life
يبقى تحسن الكتابة. إذا رحت للمدرس الإنجليزي وكتبت زي كده وما حط خط أحمر على كل الصفحة وسبقها بالأحمر، المدرس ما عمل على يعني. And until the research to the third life. على فكرة أنا قبل ما أتعلم إنجليزي بالجامعة كان كتابتي كده وسوى، فتعلمنا الشيء من تعلم ال English classes يعني. بس أنا كان وقتي مختلف، ما علمونا الإنجليزية اللي في المتوسط، ما علمونا إياها في الابتدائي، والمدرسين ما كانوا يتكلموا إنجليزي أصلاً، ما عندهم فكرة، ما يعرفون يتكلموا إنجليزي، فمو هم اللي علمونا الإنجليزي، الفيديو جيمز اللي علمت الإنجليزي. Anyway. The third life he has to die in the real life in order to go to that life after death, and there he will face many difficulties in life absolutely until he possesses three crystals that direct him to the third life gate. And this game is not completed yet in this life. You can say that it is a demo in this life. Did you get it? Life. أقدر أعمل reset. Are you sure? Yes. وشيء جميل لأنه في حبة X في حبة No، بعض الأحيان الواحد يتردد ما يعمل شيء حصل الغلط، فبدون تفكير أصلا إنه الإكزيت سوى، هذا شيء جميل. الجرافيكس ما في سيتنج واجد، والسيتنج مو واضح، مش معنى جرافيكس this is not useful. ف let's play the game. يا تعمل ديسكريبشن وش السالفة و we will see. In another world life, some people talk about a myth called the third life, but no one believes that, and everyone believes that there. No one believes that, and everyone believes that. تكرار في الكلمات. ما أنا اليوم اشتغلت. طار كلام قبل ما أقرأ. المفروض أعطي فرصة للناس يقولون الكلام. Perfect. وين الكاميرا يا جماعة؟ وين الكاميرا؟ Escape Main Menu. Well done. أخيرا الحمد لله ما بغينا. Main Menu. Continue. Reset. ما في reset. Or Main Menu. Thank you Lord. Thank you life. You done it. فخلينا نرجع Main Menu. أفا كل المدح وكل هذا ونعم Main Menu ما تشتغل. افا نطفي اللعبة بالقوة. Return to the two lives again. بس زي ما تقول وش يسمونه يعني في جهود وضعت في main menu ما اشتغلت اشتغلت كلام ثاني، بس في جهود ولا شيء يشك عليه. But fix it please. بعد ما تفكس الكتابة. وعلى فكرة إذا ما عندكم قدرة تعملون كتابة استأجرون واحد يعملها. The real life and the life after death. So what is the story of the third life? يعني مو لازم تستأجر بفلوس. اسألون الناس شوفون نبي ناس يعدلون الكتاب حقنا. ممكن تعمل proof reading اسمها. ممكن تعمل دور انا واحد يعمل بروف ريدنج يقول انجليزي يقول والله كتابتكم دي يبغى لها شغل كثير يعني اقدر اساعدكم اذا قدر يساعدكم جزاه الله خير يساعدكم يكتب لكم شيء افضل اذا تبوا تتمرنون تقدر تتمرنون ما اقدر اعمل دور جامعه اقدر اعمل دور جامعه اللعبه اكشن سو فار تحكم جميل الهيد ديتكشن كانه صادني بدون ما يلمسني which is bad. Waiting for you in the third life. Okay. يعني في antagonist. الكلام يظهر على الشخصية على خطأ في التصميم. اللاير لازم تتأكدون اللاير وين الشخصية مكانه وين الكتابة وين الكلام. يا الكلام مفروض على شيء بس ما يكون قدام الشخصية. فأتوقع حتى الشيء يب. يا انا عارف احتياطكم ان تبون كلام يكون قدام الصفحة بس خليتون الكلام في اول لاير حتى قدام الشخصية سو يا يو نيد تو فيكس ذات تحكم ممكن الواحد يتعود عليه بس يعتمد على الهيد ديتكشن كأنه صادني بدون ما المسه
وهذا الشيء بيكون سيء جدا لو كان كذا. يمكن خطأ مني ما قاعد أشوف، لأن الحين أنا في حالة انهيار عصبي نفس الفزاعة اللي استخدمها لـ ASNS. ومو غلط استخدم Free Assets، بس اللي يلعبون ألعاب كثير بالذات ألعاب تجريبية كثير، again layer السهم صاير قدام الشخصية. Don't forget the crystals. السيف صفتون من حني على وراء. Okay. السيف مرة ال hit detection بال شوي شغل، بال اختبارات شوي شغل. هذا الشيء أنا تكلمت عنه في جيم ثانية بس أقدر أعيد كلام فيه من جديد. لما تحرك السيف والضربة مجالها شوي بعيد تقدر تحط animation effect، خطوط زي الوش، خطوط تراويك وين مكان الضربة، لأن اللاعب الأفضل تعطيه visual cue، visual clues، cues يسموه عادة، بس أعتقد هذا يصير visual cue clues وين مكان الضربة عشان يقدر يستخدم يمارس لعبتكم بأدق شكل ممكن. فالحين أنا ما أدري وين السيف مكان ضربته، لو تعمل visual effect يراويني وين مكان الضربة يكون الشغل واجد أفضل. الحين وش تنقال لي الهيكل ممكن أضربه من بعد ولا من قرب؟ إذا كان مجال السيف أقدر أضرب الحشرات من بعد، أبي كل مرة أضرب أشوف وين ممكن أقدر أضربه. الحين صرت أنا الفراش ده في مكان ما يطال السيف أصلاً، فتقدر توضحون الشيء للاعب إن تسوون الشيء مكان ينضرب فيه السيف زي الظل السريع للسيف يعني. الهيد ديتكشن أحس إن الشخصيات يا لمس السيف تديت، ما لمسني أنا، لمس حافة القوة تديت. الهيد ديتكشن للألعاب زي كده الأفضل تخلوها تساعد اللاعب عشان يقدر يتمرس ويحاول يتجاوز التأدية. بتخلون الهيد ديتكشن مربع أو مكان محدد أصغر من الرسمة نفسها. مع الحركة إذا الشخصية صاد العدو وأنا قاعد أتحرك أحس إن it's not fair، قاعد يصيبني وكأنه ما يلمسني، مع إن أنتوا عاملين أعتقد بيكسل ديتكشن، فطرف الجناح قاعد يصيد طرف الخودة. This is doesn't feel good. هذا الشيء ما يخليك تشعر إنك قاعد تلعب اللعبة بشكل جيد. فهاني النقطة الثانية يعني تحتاج تعديل. غير كذا التحكم جميل. It's good. في ألعاب واجد لعبت بلاتفورم في الجيم جام وغير الجيم جام، النقطة تحس إنه مرة يطيح في الأرض بسرعة. ما أحس إني يمدينا ألعب الجيم. هذا الشغل مصبوط 100% perfect. بس الهيد ديتكشن بلا شغل. للسورد انيميشن لما يضرب حاولوا تخلوا المكان ينشاف وين المكان ضربه. اماكن الخطر حاولوا تخلوه يكون لونه واضح، اللون بني دم ولون حار، فبالكات شفتي وانا قاعد امشي بسرعه، وانا نظري احسن من نظر الناس واجد يعني. ما اقول بيرفكت بس في ناس عندهم عملوان، في ناس عندهم ضعف حتى بالنظاره، فحاولوا تخلون اماكن الخطر اوضح. الصوت مو مزعج، صوت النط في ألعاب لعبت الصوت مزعج للمشي. I don't mind this. اوكي ده كان check point. اوكي الخلفية جميلة جدا وتتحرك الامور تتحرك. ما ادري اذا قدام يمديكم تعملون لايرد خلفيات. العاب واجب بلاتفورم فيها خلفيات طبقات تكون جميله جدا شكلهم. اللعبه فيها تحدي وتحدي معقول قاعد يصعب مع القدم، هاني نقاط شيء جميل جدا. اني رجعت اول دور اول بوس. Okay. But what happened in the third life? الحين فزت في اللعبة، خلصت اللعبة، خسرت في اللعبة. I don't know.
خسارتها خسارة سيئة شكلها ها؟ يعني ما أخذت الكسلات الثلاث يمكن بس give it a try. أما لمست بالغلط أوبس الأحوال أنا What? Come on. بعض اللاعبين بيعتبرون ده شيء مو فير يحفروا قدام أشواق بداية الجيم بعضهم بينزعج من الموضوع ده ولكن يعني زين ما في بنالتي ما كانت بانشمنت لأن ما في هون أبات إذا بيجرب وش يصير لو ضيع توري كم طول الفيديو الجديد 20 ساعة لا بس ساعتين هذه أول كيست هذا ما قلت جاز صار شوي يا ولي على الأقل حفرة تقتلني which is good لما اضرب ما يمديني اتفاجع بسهوله بعض الاحيان لما اطلع الارض بس لما نص الهواء اقدر ارجع بسرعه فهذه inconsistency ما هي مو نفس الشيء يعني لو اضرب على طول اقدر ارجع انط اضرب اقدر ارجع على طول اضرب انط بس لما اضرب واحاول ارجع ما يمديني ارجع على طول ف انا شوف ضربت وعلقت على ورا ما قاعد يرجع فهذه يبغى شوي تعديل لان اقدر اسويها وانا انط انا ادري اني اغير الاتجاه بس والله اني مالي كيف تنحل يعني ممكن في طريق خلوه تكنسل الضرب مثلا الحل بيكون شوي صعب بس التحكم is good enough حاليا اقدر العب اللعبه بدون ما انزعج من ذا الشيء تماما بس اذا تبون اللعبه تنزعج عن المهاره وتبون اللعبه تعطي تحكم ايجنسي اكثر للاعب النقاط البسيطة تقدروا تحاولون يعني تعدلوها يعني ما اقول مهمة 100% بس اذا تبي لعبتك تكون افضل حاول تحصل حل للشيء ده ممكن الحل يكون مو نسرع الموضوع حتى ممكن الحل يكون انه لما يضرب على الارض وتبي تراجع الشخصية تعطي انيميشن معين للشخصية انه ما هو نفس الانيميشن ايدل خلي شكله مثلا ان السيف عالق في الارض ويبالي يرفعه واول ما يرفعه يمديه يتراجع يعني تعطيه اللاعب فيجوال كيو وش صاير بالضبط لما اضرب الحين نفس الوقفه ما تغيرت فما ادري يمديني يرجع ولا لا ولكن الحين لما اضرب ما يمدي يرجع الا لما يخلص الضربه الفتره دي صحيح انها اقل من نص ملي ثانيه بس مهمه جدا لان اللاعب اذا يبي يرجع وما يقدر يرجع وما يدري ليش ما يشوف الشيء ليش ويجي عدو بيضربه اللعبه بتزعج كذا مو على قوه بزعجه بس يعني نيجاتيف بوينتس النيجاتيف بوينتس ده ممكن يتراكم لو الدور طول الوقت قاعده تأدب بسبه الخط النص ثانيه دي اللعبه بعتبرها تجربه سيئه فاحنا سبحان الله اللعبه دي من افضل الالعاب لعبتها على الجيم جام على فكره ولكن اعطي النقاط اللي انا اشوفهم وين ممكن تحسنوها هنا يعني ما قاعد ادم في اللعبه وادم في المصممين اللعبه بالعكس اقدر الجهود هنا في الثانيه هذه السيف هو يصغر حاولوا تحصلون حل لانيميشن الشخصيه نفسها وقفتها دي فالنص الثانيه هذه اللي ما اقدر اتحرك فيها حاولوا تخلوا طريقه ما ان اللاعب يشوف يا ما اقدر اتحرك في النص الثاني هذه ويتوقف هنا قولي على الموضوع ده وكذا خليني نكمل انا حاليا عندي كريستالتين احتاج كريستال ثالثة اتش كيف اعبي طاقتي؟ لازم موت تول بي نايس لو في انرجي في اللعبة ليش في لوحة اش على اليمين لا دف هنا
احس انه في حفر واجد موجودة بالجيم تصيد الناس اللي تبي تستكشف. اوه كمان انا بك الغلط مني، انا بديت ادوخ لدرجة ما انا كيف انت على طول لم صح لو تموتي ولا انا صقعت اشواك بالغلط. اوه عدت في نص ثانية وفي النص ثانية جبت العيد. اما اذا رجعني للعالم الثاني بزعل. اوكي جود. اذا التقليصه مختلفه زين، اذا التقليصه مو مختلفه احس اني فشلت يعني لانه ما قال لي وش صار. جامد ما جت صار. فأجين لعبة جميلة بس نقاط بسيطة جدا. وافحوا للاعب اكثر هل انا فشلت ولا هل انا خلصت اللعبة ولا في تحفة سرية، بيكون شيء جميل يعني. دي على الاقل قول له دي اند. اعتقد تقريبا الحين المفروض اللعبة خرفت او يمكن لاني مت وقتلت في نفس الوقت. الشيء الثاني جيم ديتكشن، الشيء الثالث المفروض مين منيو اللعبة توقف، بس انا واضح ان ما خلصت المين منيو. اند شغل جميل، شغل جميل والله. اعتقد عبرت كل شيء اللي عندي وانا منسم مليون، ولكن بقيت لعبة واحدة. لا من قبل صار 39 انتريز وفجأة صار 38 والحين 38 من جديد. خليني اخذ نظرة سريعة واشوف اذا في لعبة فوتها بالغلط ولا لا. انا مو هدفي اني اقيم الالعاب واقول وين الافضل وين الاسوء، مو هدفي اني احكم، مو هدفي اني اقول وين طبق الثيم او لا. هدفي قاعد اسوي جيم ريفيور وقاعد اعمل ريفيو للجيمز وقاعد اعطي نقاطي على الالعاب بشكل عام، كانت جيم جام او مو جيم جام. فحاليا قيمت كل الالعاب في الفيديوين هادي. اذا عندكم اي استفسارات بكم تسالون اكثر تقدر تسالوني في الشات في العامة وتقدر تسالوني على الخاص في الديسكورد، وإن شاء الله يعني بكون في الخدمة. شكرا للمتابعة ونراكم مرة أخرى.